كان قبل هيك بس ما عرفش ان معقول اختفت. اه معتصم. طيب يلا محمد. دكتور، العنوان باللغة العربية أفضل التحليل الإحصائي باستخدام R مناسب؟ نحطها. لا بقول لك أنا بسألك. بزبط باستخدام لغة R. نعم تمام يعني. احنا الحمد لله رب العالمين، اكيد يعني انتم مش طالعين، احنا عندنا انطباعات رائعه في الجامعه وحتى من زملائنا في الجامعات عن البرنامج، فهذه الشغله الحمد لله رب العالمين شيء كثير رائع. ربنا ان شاء الله يبارك في الجميع باذن الله بجهودهم. الله يقويك يا رب. انا كل مره بنكون في الجامعه احنا، بس المره دي الواحد ها مضطر يغير الاجنده. اليوم مدني. شايف والله هدي البال يا دكتور. يا رب. بدك تجهز لنا الجوجل فورم ولا اجهزه انا؟ اذا معك وقت جهزه بعينك الله يا دكتور. يا الله ماشي دكتور. يا عمر بابا. بنت مين في يوم هذه؟ سليم وهذا؟ معتصم احنا جاهزين. ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زملائنا في الجامعة الإسلامية، زملائنا في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس العاصمة، زملائنا جميعا المستمعين، وربما الفرصة أن نرحب بالمستمعين حتى من خارج فلسطين. تأتينا الحمد لله، تأتينا ملاحظات وتأتينا بعض الرسائل من زملائنا حتى من خارج فلسطين. نرحب بجميع الزملاء الحاضرين معنا في هذا في الرحلة الثالثة ضمن برنامج التدريبي مهارات، برنامج تطوير قدرات طلبة الدراسات العليا، البرنامج اللي بيعتني بصقل مهارات طلبة الدراسات العليا وتزويدهم بخبرات جديدة ومعارف جديدة، حرصا على انطلاقتهم المميزة في مجال النشر الدولي والبحث العلمي والتميز الأكاديمي. بكم جميعا نرحب، وباسمكم جميعا أيضا نرحب بزميلنا الدكتور كامل جبارين. الدكتور كامل سيكون معنا بإذن الله تعالى اليوم في اللقاء مميز، و يعني ربما فرصة برضو لنناقش انه موضوع لغة R هي من الموضوعات الجديدة والمميزة والمطلوبة بكثرة. وحقيقة انا بأذكر ولا انسى انه قبل 3 سنوات طلب منا من زملائنا الطلبة من الجامعة الإسلامية انه يكون هناك محاضرة عن لغة R. هذا موضوع كتير مميز وموضوع بصراحة الباحثين بيحتاجوه بشكل كبير نظرا للإمكانيات الكبيرة، يعني حسب اطلاعي انه لغة R توفر إمكانيات كبيرة جدا للباحثين ويحتاجها كل باحث علمي في جميع مراحل الدراسة. كما نقول دائما المنصة والمجال فقط للحديث في العلم والحديث في الخبرات في الموضوع التدريبي. فباسم الجميع وباسم أكاديمية الشباب الفلسطينية نرحب مرة أخرى بزملائنا ونترك المجال مباشرة للدكتور كامل ليبدأ رحلته المميزة في هذا الموضوع. تفضل دكتور كامل.
مساء الخير جميعا. أول شيء شكرا دكتور بلال على الاستضافة، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن ونفيد ونستفيد إن شاء الله. وشكرا دكتور سامر طبعا على المتابعة والمساعدات الكثير. زي ما بتعرفوا اليوم السيسجن تاعي بحكي عن الأمور، تحليل البيانات باستخدام لغة R. أنا فعلا اخترت لغة R يعني مش لمجرد إني بستخدمها frequently، بس لمجرد إنه الإمكانيات على لغة R إن كثير، الفلكسبيليتي كمان كثير زي ما قال الدكتور بلال، صارت جزء من العلوم الحياتية سواء الطب الجينيتكس الإيكونومي كمان والأمور الإنجينيرينج. زي ما بتعرفوا إحنا في أي دراسة بنعملها بلزمنا بيانات. فأول شيء أنا في أي دراسة بدي أعملها، أي بروتوكول بدي أقوم فيه، أي إكسبرمنت بدي أعملها ديزاين، بدي أقول ليش أنا بدي الداتا أناليسز، ليش أنا بدي أعمل داتا أناليسز، بدي أعمل إيفوليوشن للإكسبرمنت تاعتي، بدي نتائج، بدي ريزلت اللي أقدر أبني عليها نتائج وفرضيات وتطلعات. بداية أي إكسبرمنت بتبدأ بجمع البيانات. جمع البيانات، طرق جمع البيانات كثير. طبعاً إحنا بنحكي عن جمع البيانات بشكل علمي باختيار scientific sampling بميثود also scientific. كثير بنسمع بالcross sectional study، بالsurvey study، بالsystematic study وغير ذلك. طبعاً إحنا هنا في الكورس بنفترض إنه الداتا عندنا موجودة، احنا ما بيكون علينا الا فقط تنظيف الداتا والرينج وبعدين تحليل ونطلع النتائج. بعدين رح نيجي لكلين داتا، يعني الكل بعرف انه اي بروتوكول او اي دراسه فيها فيريبل يعني نون انفورماتيف، يعني زي مثلا خلينا نقول الاسماء، ارقام الاسطر، ارقام الهويه، ارقام جوازات السفر، هاي ما بقدر اطلع منها معلومات اللي اقدر ابني عليها. بعدين بعد تنظيف البيانات راح نيجي ايش لتحليل البيانات. بعدين راح نيجي لمرحلة ايش كتابة التقرير وتفسير ايش النتائج. طبعا مدام انا بدي اشتغل على لغة R، انا فعلا بعثت اللينكس للدكتور بلال والدكتور حازم، بتمنى انه الطلاب اللي معانا يعني قدروا او يعني لحقوا الوقت اللي نزلوا برنامج الار من جوجل، بس بتحط ار كران داونلود، اول خيار راح يجيك هو داونلود الار فيرجن 422، سواء عندك ويندوز او ماك. اذا عندك ويندوز راح تظهر ويندوز، اذا عندك ماك راح تظهر ماك. بعدين في اول الصفحه لما تضغط على الخيار الاول راح يجيك اللي هو داونلود ار الفيرجن الاخيره 422، يأخذ وقت عندك التحميل. كإنترفيس مليحة للشغل عليها أنا بفضل إنه الواحد يستخدم الآر ستوديو. الآر ستوديو له إمكانيات كثير، إنه لو كتبت عليه أي ملف وفجأة فصلت الكهرباء راح يضل محفوظ عليه، لو رجعت تفتح الآر ستوديو راح تلاقي كل شيء موجود، سواء خزنت الملف أو ما خزنت الملف راح تلاقيه إيش موجود. ومن لما تفتح الآر ستوديو ويب سايت بتنزل عند التاربولز وبتختار الفيرجن والاوبريتنج سيستم اللي بيناسب الفيرجن الموجوده. طبعا لما تنزل الار الاكران مش الار ستوديو، اول صفحه راح تظهر عندك هاي، اول شيء بعطيك معلومات عن النسخه اللي عندك، شو الفيرجن تاعيتها وشويه معلومات. دكتور كامل بعد إذنك معلش على المقاطعة، ممكن تبعت لي اللينك عشان نشاركه على الشات عشان برضو يعني المشاركين برضو يتابعوا معك. لينك إيش؟ الآر الداونلودز بالضبط. أنا فقط دقيقة شوية أبعت لك إياهم. سوري. بس بعرفش إذا بيقدر يلحقوا ينزلوهن أو لا. مش مشكلة، على الأقل إنه اللينك يكون موجود يعني عندهم.
احنا دكتور من بعد اذنك احنا ممكن نلحق بعد هو دكتور لما انا كامل بعت لنا، لكن احنا ما في عندنا تارجت للطلبه، احنا عملنا قد ما نقدر لكن مش الكل موجود الان وصلوا التعميم. احنا بعد المحاضره استوديو اونلاين، يعني اعتقد في استوديو اونلاين ممكن نبعث باكج كامل يا دكتور سامر، على اساس انه برضو احنا نستغل وقت المحاضره الان في تدريب، وهو تدريب اكيد يعني في مسجل، ممكن الطالب يعمل ابلاي عليه مباشرة بعد ما يخلص. في ار ستوديو كلاود بيقدر يشتغل عليه الواحد اونلاين، يعني احنا دكتور من باب انه نستغل الوقت يعني اللقاء مسجل. أوكي. واحنا بنبعث تسجيل للجميع اكيد يعني. أوكي. ممكن الطالب يستعين فيه بعد المحاضرة. اوكي انا على كل يعني بس بداية على الباوربوينت راح ارجع على الار مباشرة الشغل. هاي الصفحة الرئيسية للار، يعني انت لما تنزله عندك راح تنزل الايقونة على سطح المكتب هون، هي الار هاي تضغط عليه انت راح تظهر عندك اللي هو البرنامج الار زي ما انت شايف، هي المعلومات اللي عندك. اعتقد واضحة الشاشة هاي دكتور بلال، شاشة الار واضحة؟ لا صحيح دكتور، لا صحيح ما فيش يعني شاشات يا ابو دكتور. قبل لا موجودة يا دكتور، هاي الشاشة ار فيرجن موجودة. انا بعمل تظليل على موجودة يا دكتور صحيح. هي دكتور هذا هو اللي عندك على الديسك، تمام هذا هو برنامج الار. هلا لما تنزل الار ستوديو من السيرش بتقدر تحط ار ستوديو، ظهر عندك ايش اللي هو برنامج، سوري اي ايقونة الار ستوديو، هذه هي ايقونة الار ستوديو. الحلو في الار ستوديو انه انت بتقدر تنشئ المانيسكريبت تاعك بالضغط هون على، يا بتضغط بتروح فايل بتقول نيو فايل ار سكريبت، يفتح لك ملف لك انت هون بتكتب الكود الخاص فيك. هلا الحلو في الار ستوديو انه هذا السكريبت سواء حفظته باسمك ما حفظته، لو صار قطع كهرباء او فصل اللابتوب عندك بضله محفوظ. لما ترجع تشغل اللابتوب كمان مره وتشغل الار ستوديو راح تلاقيه اول ملف عندك. هذا هو الحلو في الار ستوديو. نعاود نرجع للباوربوينت. تعرفنا على النوافذ هاي بعد ما نزلناهن، هاي النوافذ تاعت الار ستوديو. اوكي هلا انا عاده لما اجي ابلش اكتب اي ماني سكريبت للار ستوديو دائما بضمن اني انا الذاكره فيش فيها شيء، دائما انظف الذاكره فيما لو عدت فيما لو رجعت اكمل اعمل الكود كمان مره. فبقول ريموف ميموري كذا ليست Objects. هذا الحلو كمان من ميزات الار ستوديو انه وانت بتكتب بعطيك خيارات للكوماند اللي انت بتحب حاجتها. لما اجي انفذ هذا الكوماند وين مكان المؤشر في السطر سواء في اول السطر او نهايته او قدامه، بحط كنترول انتر بنفذ عندي. هي عندي شاشه الكونسول تحت بلش يظهر عندي الكوماند. ما دام ما ظهرش عندي ايرور او ويرنينج معناته ايش؟ الكوماند اتنفذ بشكل طبيعي. هلا اذا حبيت مثلا اشتغل على احفظ الملف باسمي، يا بتحط كنترول سي سيف او فايل سيف اللي بدك اياه، يعني سمي لكشر 1 سيف. اوكي دكتور كامل انا مش عارف اذا كنت مشارك دكتور كامل بعد اذنك، انا مش شايف عندي يعني انك عامل شير للاستوديو تبع الار. انا الكل المشاركين واضح عندك موجود ولا بس انا اللي عندي مشكله؟ لا دكتور، هو الان الدكتور كامل شغال على الشاشه الزرقاء، وهذه هي الشاشه الزرقاء اللي هو بقصدها الار ستوديو. هذا نعم. هو الار ستوديو دكتور واضحه يعني اذا ظاهر عندك دكتور. انا ما فيش عندي شاشات يعني موجود عند المشاركين، اذا موجود خلاص الزملاء اذا في حد مش ظاهر عنده، اذا في حد مش ظاهر عنده بس يقولنا. واضح انه ما في مشكله دكتور يعني ما أوكي. يعني هنا ننتظر اي حد من الزملاء بس يقولنا في عنده مشكلة. تمام ظاهرة واضح الجميع تعليقاتهم زي ما انت شايف دكتور. دكتور أوكي. اعمل اخرج دكتور سامر من اللقاء وارجع، ممكن يكون في تعليق معين. يعني هذا الكومنت بقدر احط كومنت انا فوق فيما لو بدي اعمل شير للسكريبت بعدين، بقول هون كلين ميموري بيكمل في الباوربوينت.
إذا أول خطوة إني أضمن عندي المانيسكريبت كلين ميموري. أول شيء لما تيجي أنت بدك تعمل دراسة على الداتا اللي أنت عملتها، بعد ما تسحب الملف طبعا في عندك فيريبل، هذول الفيريبل الآر بتعامل مع أنواع معينة من الفيريبل. يعني الفيريبل عندنا إحنا أخذناها، في عندنا عندنا qualitative يعني وصفية، بيانات وصفية زي لون الشعر، فصائل الدم، لون العيون. في عندي quantitative data يعني numeric كمية. لqualitative هذه برضو تقسم لقسمين، nominal وفي عندنا ordinal. nominal زي الأسماء، زي الأرقام الهوية، زي الرقم الجامعي nominal text هذا أو code. ordinal يعني البيانات اللي تقبل الترتيب، مثلا زي العلامات الـ ABC، مراحل النمو، طفل، شاب، شيخ. بعدين بنيجي للكواليتيتيف داتا ديسكريت اللي بتقبلش اعشار، زي عدد الفطائر، عدد الكتب، عدد السيارات. عندك الكونتينيوس طبعا تقبل اعشار ايضا. هاي الكونتينيوس في منها انترفال وفي منها ايش ريشيو، يعني يا بتكون على شكل فتره او بتكون ايش سنجل فاليو. طبعا هذول هن المتغيرات اللي بتعامل فيهن الار. الفيكتورز، الفيكتور عنده يا بيكون نيوميريك يا كاركتر يا لوجيك. الفاكتور نيوميريك اور كاركتر. الاري الماتريكس، انا راح اتعامل بس مع الفيكتور والماتريكس والداتا فريم حتى ايش اعمل مانيبيوليت للداتا اللي عندي. يعني نرجع للار ستوديو هون، مثلا بدي اعرف عندي متغير فيكتور اكس، هاي الاكس مثلا بدي اسميه اكس، بفتح سي هيك سي سمول وبين قوسين. لما تفتح القوس الاول لحاله بفتح القوس الثاني، خلينا نسميها هاي مثلا بحط فيها الاعمار 20 19 20 23 24. يعني هذول اعمار مثلا لخمس اشخاص، بدي ادخلها على الميموري. نفس الشيء بحط كنترول وانتر، دخل على ايش على الميموري. لو جيت على الكونسول هون ضغطت اكس حطيت انتر بظهر عندك ايش المتغيرات اللي انت دخلتها. ما عجبك هيك مثلا انت ممكن تنقر على الاكسون دبل كليك تتلون، بحط كنترول وانتر فبتظهر عندي ايش النتائج، او بحط الاكس هون تحت بضغط كنترول ايش وانتر. طيب هذا الاكس متغير بدي اشوف كيف اتعرف عليه، شو النوع اللي اخذه الار، بقول كلاس. يعني شو نوع الكلاس تاع الاكس؟ كلاس للاكس راح يعطيك ايش انه نيوميريك، انه ايش نيوميريك. مثلا الاكس هاد بدي اعمل عليه اوبريشن اكس زائد واحد بزيد واحد على الكل، اكس ناقص ثلاث مثلا عادي، يعني نفس الاشياء اللي انت بتعرفها في السي او البيزك او الباسكال. اكس تربيع بربع كل ايش كل واحد كل قيمه ايش في الفيكتور. فهذا هو اول شيء هو تعريف الفيكتور. احيانا الفيكتور ممكن يكون ايش فصائل دم، يعني على شكل تكست مثلا هذا فصيل الدم A، الثاني فصيل الدم B، الثالث فصيل الدم A B. طبعا تكست تكون بين نوتيشن، هذا فصيل الدم O مثلا، هذا فصيل الدم برضو A. نفس الشيء كنترول وانتر فبتدخل القيمه ايش على الميموري. اذا بدك تبين النتائج هي الواي، بكتب ايش واي او بضغط هون واي وبحط كنترول انتر او بضغط دبل كليك على الواي فبيطلع عندي ايش القيم اللي انا ايش خزنتها. طيب نكمل. هون حكيت عن تعريف الفيكتور، انا ببلش الفيكتور بسي وقوسين وبحط الايتيمز، بين كل ايتم وايتم في فاصله. اوكي بدي اتعرف عن هذا الفيكتور اللي عندي، شو التايب بتاعه، هل هو نيوميريك، هل هو كلاس، هل هو كذا. يعني مثلا هون لو قلنا الكلاس للواي عندك ايش كاركتر، الكلاس للواي كاركتر. انا في الار الكاركتر ما ممكن اجري عليه اي عمليه حسابيه او يعني اي ستاتستيك، فقط الار بتعامل مع نيوميريك انتجر نيوميريك انتجر اور فاكتور. يعني ممكن انا ارمز للاي فصيل الدم اي واحد، البي مثلا اثنين، الاي بي ثلاث، الاو اربعه، والاي هي واحد. او ممكن انا ايش احول الواي لفاكتور. الفاكتور بالعربي هو الكاتيجوري، يعني
هو المجموعات. فواي هاد ممكن انا احوله لفاكتور، اقول as dot factor للواي، فحولته ايش لفاكتور. اضغط على الواي هلا وراح يعطيك ايش a b a b o a، تحتيها الليفلز. الليفلز يعني الكاتيجوري. انا عندي كم كاتيجوري؟ عندي 4 فقط لانه الاي هذيك مكرره. اذا بدي اشوف تكرار كل واحد في هذول الكاتيجوري بعمل تيبل، بقول تيبل للواي كم هو الاي مكرره مرتين، الاي بي مكرره مره، البي مكرره مره، والاو ايش مكرره مره. طيب افحص الكلاس تاعها، الكلاس تاعها طلع راح يعطيك ايش انها فاكتور. الكلاس ايش للواي هو ايش فاكتور. فانا هلا يعني هذه من الاشياء الاساسيه في الار، انه كيف انت تعرف المتغير. هاي المتغير النيوميريك، هاي المتغير الفاكتور، متغير الانتجر. مثلا خلينا نقول انت عندك نمبر اوف بوكس، في فيريبل اسمه نمبر اوف بوكس سي، 3 كتب، 5 كتب، 7 كتب، 8 كتب، 9 كتب. اوكي، هاد اذا حطيت الكلاس تاعه، مثلا قلت الكلاس للنمبر اوف بوكس نيوميريك. طيب انا مثلا بدي احوله لانتجر، بقدر احوله لانتجر، راح يظل نفسه هو as dot integer ل number ايش of box. افحص كمان مره الكلاس تاعه number of box، صارت ايش integer. هلا في ناس بيقول طب ايش الفرق؟ هلا مثلا لو جينا للاعمار، هون للاعمار هذا عمره 20، قلنا 0.5، هذا 20.1. اوكي، عود نفذه كمان مره كنترول انتر، كمان مره اضغط، هي بينت عندك الاعداد. طب لو جيت احول الاكس هذا لانتجر، طلع شو راح يعمل عندك؟ از انتجر للاكس، اطبع الاكس كمان مره هون، طلع الفاصله اختفت، الفواصل اختفت. فهو بالفعل الانتجر بلغي الاعشار. واضح؟ هذا الانتجر والكاتيجوري هما من نفس الفصيلة. أحيانا الانتجر الار بنظر له على أنه هو فصائل. ليش؟ لأنه الاي ممكن أرمز لها بواحد، البي ممكن أرمز لها 2، الاي بي 3، والاو 4، والاي بظلها 1. فإذا الانتجر هو نفسه الكاتيجوري في الار. مثلا السنوات، أنا السنوات بقدرش أجري عليها عمليات حسابية زي الألفين، 2001، 2002، 2003، ما بقدر اجري ايش عليها عمليه حسابيه. هاي الكلاس الير، كنترول انتر بدخلها على الميموري، كلاس للير نيوميريك. طب هي نيوميريك، هل بقدر اجمعهن؟ مثلا 2000 زائد 2001، هل بيطلع عندي سنه؟ لا. فهاي الير تعرف ايش كانتجر دائما. بيانات الير يا بنعرفها انتجر يا بنعرفها ايش فاكتور. اضغط على الير، طلع عندي ايش السنوات اللي انا دخلتها. لو حطيت هون في الكونسول شو الكلاس تاع الير، راح يعطيك انه انتجر. بتمنى تكون انه الصوره وضحت كيف اعرف المتغيرات. هلا انا في عندي بيانات من بروتوكول طبي كنا نشتغل عليه، بس شويه نتقدم شويه في البيزكس كوماند للار مشان نعرف كيف نسحب هذا الملف. اللينث للاكس مثلا، بدي اعرف كم عنصر عندي انا في هاي المتغيرات. مثلا في عندي لينث، هذا الحلو برضو في الار انه الكوماند فاميليار. يعني بدي ارسم بلوت، بدي اكتب رايت، بدي اطبع برنت، بدي احسب طول لينث، بدي اجمع صم. الاكس طلع 5 مثلا، اللينث للواي برضو 5، اللينث للنمبر اوف بوكس برضو ايش 5. فانا هيك قدرت اتعرف ايش على طول الفيكتور اللي عندي. اوكي، نكمل. هاي العمليات انا عملتها على الفيكتور، بقدر اجمع له عدد. اذا بجمع لكل ايتم في هذا الفيكتور عدد، اربع، بربع كل ايتم. اللوغاريتم مثلا، هون ناخذ اللوغاريتم، لوغاريتم للاكس. اذا انت بدك النتيجه يعني ما تحفظها في الملف، بامكانك تطبق على الكونسول دايركت. فاللوغاريتم لإكس أخذ اللوغاريتم لكل عنصر في عناصر الإكس. الساين برضو، الساين هو نفسه الساين، لما تضغط عليه بيفتح القوسين، برضو هي الساين. يعني أشياء بديهية.
اوكي هلا بدي اجي انا اتعامل مع ماتريكس. الداتا انا اللي بجمعها الار بتعرف عليها يا اما ماتريكس يا اما داتا فريم يا اما اري يا اما ليست. الاشياء الفاميليار احنا كاحصائيين كثير نتعامل معها هي الداتا فريم. شو الفرق بين الماتريكس والداتا فريم؟ الماتريكس انه كل العناصر لازم تكون كل الكولوم من نفس النوع، اذا كولوم انتجر لازم الباقي كله انتجر، اذا واحد كاركتر لازم كله ايش يباقي ايش كاركتر. يعني مثلا انا بدي اعرف ماتريكس مثلا بدي احط الير والاكس في ماتريكس ماتريكس الاكس ده احولها لماتريكس. الاكس انا عندي ايش كانت لو ضغطت هون الاكس شو عندي 2 4 5 ارقام حتى تتحول لماتريكس تعرفوا لازم يكون العدد ايش على الاقل زوجي صح. خلينا نعرف اكس عدد زوجي حط فيها ازواج 12 مثلا 19 20 17 18 2 4 5 هاي ايش 40 مثلا. هاي الاكس انا الفيكتور بدي احوله لماتريكس بحيث تكون الماتريكس مثلا فيها خلينا نقول ثلاث اعمده. بدي اعمل ماتريكس للاكس بقول نمبر اوف كولوم بس لما احط ان سي او بيظهر عندي الارجمنت نمبر اوف كولوم مثلا قول له 3 طلع كيف عباهن عباها 20 سوري احنا ما ضغطنا باها 12 19 بعدين العمود الثاني 20 17 بعدين العمود الثالث 18 ايش 40. ممكن انا بدي اياه يعبيها بطريقه ثانيه انه 12 السطر الاول يبلش يعني يبلش فيهن سطر سطر مش عمود عمود. هون لما عباهن عباهن سطر سطر اذا بدي اياه يعبيهن مثلا عمود سطر سطر باي رو بقول له ترو يعني اعملهن باي رو فعباهن هيك 12 19 20 نزل على السطر الثاني 17 18 40. هاي ايش هاي الماتريكس. الماتريكس هذه انا ممكن اخبيها في متغير او ارمز لها متغير ثاني ماتريكس هيك مات يرمز بالزمك. هلا المات هاي انا بامكاني اطلع منها معلومات الدايمنشن الدايمنشن للمات دي اي ام راح يعطيك عدد الاسطر في عدد الاعمده. اذا عدد الاسطر الماتريكس 2 ايش في 3 يعني عندي سطرين وعمودين. هاي الماتريكس مثلا بدي العمود الاول منها بفتح مربعين الحد الاول هذا للسطر الحد الثاني هذا ايش للعمود زي ما انت بتعرف الماتريكس بالعربي الترم الاول للسطر الترم الثاني للعمود. فهذا راح يعطيك العمود الاول اللي هو 12 17 ماتريكس مات 2 19 18 مات مثلا العمود الثالث 20 40. طيب اذا بدي السطر بحط له ايش 1 فالسطر الاول اللي هو ايش 12 19 20 اللي هو ايوه عندي هون. بدي السطر الثاني بحط له السطر الثاني مثلا بدي السطر الثاني العمود الثالث يعني بدي العنصر الموجود في السطر الثاني العمود الثالث اللي هو كم 40. هاي ايش كيف تعمل اكسس على الماتريكس. طيب حطيت ستراكشر للماتريكس ان الماتريكس اللي عندي شو طبيعه البيانات اللي فيها طلع شو بعطيك بقول لك انهن نيوميريك نمبر اعطاك انهش انهن نيوميريك كلهن نيوميريك. طيب هذا بالنسبه للماتريكس. الشيء الثاني المهم والاكثر استخدام اللي هو ايش الداتا ايش فريم. الداتا فريم انا بشبهه بملف الاكسل انه في بيانات سواء كانت كاركتر سواء كانت انتجر سواء كانت نيوميريك وغير ذلك. الداتا فريم كيف بعرفه مثلا هي عندي ماتريك ماي داتا فريم بسميه داتا دوت فريم. بامكاني انا احط الاعمده اللي بدي اياها او انا اول مره حتى كتبت الاعمده اول شيء الايج الاعمار كان اكس بعدين حطيت نمبر اوف بوكس اللي هو كان الفاريبل ايش اسمه نمبر اوف بوك يعني نقدر نحطه نمبر اوف بوك كمان. فصار عندي هاي داتا فريم بقول لي argument implies يعني error different number of row النوت بوك 2 4 5 فيه والاكس فيها 6 فبزبطش لازم يكون ايش كل من نفس ايش العدد. احنا الاكس هون لان زدنا عليها واحد فاخذ هو اخر ايش واحد.
اوكي خلينا نعرف احنا اشياء من عندنا من هون. الايج مثلا للستودنت مثلا 10 20 60 40 15 او 16 2 4 5 30 هي الايج. اوكي مثلا بدي النيمز عادتهم مثلا بقدر احط علي رامي سامر يعني فاكره الموضوع كثير بسيط، هالناس ممكن يقتلوني اذا عرفوا كل شيء منهم من وين رح يعرفوا شو. كل عافية اللي عنده الصوت الصوت اختي هاي عندي انا ست اشخاص وهي ست اسماء. اوكي ممكن احط انا كمان مثلا الويت بدي اذا بدي الويت تاعهم مثلا 170 كيلو سوري 90 80 مثلا 60 96 60 30. اذا هاي عندي انا ثلاث متغيرات لست اشخاص، هاي اعمارهم، الاول عمره 10 اسمه علي طول الويت تاعه 90، الثاني عمره 20 اسمه احمد والويت تاعه 80. هذول ممكن انا احطهم في فايل اسمه داتا فريم، يعني اعرفه كانه اكسل. الايج واللي بدي اياه الايج اللي هو ايش؟ متغير ايج. بدي اياه نيمز اللي هو المتغير ايش؟ نيمز. هون بدي اسميه الويت اللي هو نفسه ايش؟ ويت اللي انا ايش؟ اللي انا عرفته. فهي الداتا فريم عندي. طلع داتا فريم، حطيت دبل كليك على اسمه، ضغطت كنترول وانتر، هاي الداتا فريم. هاي اللي هي بتشبه ملفات الاكسل انت لما تسحبها على الار. نفس الشيء تقدر تعمل دايمنشن للماي داتا فريم، يعني اشوف كم سطر فيه، في ست اسطر وثلاث اعمده بقول لي. مثلا شو طبيعه البيانات؟ كيف قراها الار؟ ستراكشر للماي داتا فريم. الاولاني الايج اخذوا نيوميريك، النيم اخذوا كاركتر كتكست يعني زي ما نقول نومينال. اوكي والويت برضو ايش؟ اخذوا النيوميريك. يعني الامور لحد هلا تمام. مثلا بدي ماي داتا فريم نفس الشيء، بدي اكسس على العمود الاول 1، بدي اكسس على القيمه الثانيه في العمود الاول اللي هي 20، القيمه الثانيه في العمود الاول اللي هي 20 وهكذا. ان شاء الله يكون واضح. اوكي نرجع للفايل اللي عندنا. هي داتا فريم عرفته، الدايمنشن طبعا بعطيني كم سطر كم عمود عندي في الماتريكس او الداتا فريم. اللينث هون للفيكتور بعطيني اللي هو طول الفيكتور. اذا حطيت اللينث للداتا فريم بعطيك اللينث اللي هو حجم العينه. يعني خلينا نجرب هون اللينث للماي داتا فريم راح يعطيك 3 اللي هو ايش؟ سوري اللي هو 3 فاريبل اللي عندي. اللي عندي ثلاث متغيرات اللي هو ايش؟ اللي موجودات في الداتا فريم. فاذا الداتا فريم حتى اطلع عنه معلومات كامله لازم استخدم كلمه دايمنشن. هاي بعطيك نمبر اوف رو 6 ونمبر اوف كولم ايش؟ 3. في كمان كومنت في الار هو ان رو نمبر اوف رو. اذا حطيت ان رو ببين عندك، بحط لك جنبها اشاره بيز، يعني هذا موجود في اللايبراري او الباكج او التول بيز مخزن. يعني مبرمجينه وحاطينه في باكج اسمها بيز. هذه البيز فيش داعي تستدعيها انت في الار ستوديو لانه اوريدي لما تشغل الار ستوديو لحالها بيجي. فالنمبر اوف رو للماي داتا فريم 6، نمبر اوف كولوم ان كولوم للماي داتا فريم ايش راح يكون؟ 3. في احيانا في باكجز انا لازم استدعيها لانه لازم كل ما تشغل دكتور الصوت خلاص راح من عندك دكتور بعد اذنك. اوكي هيك رجع؟ تمام صحيح. اوكي اللهم صل على سيدنا محمد. في باكجز حكينا في الار لما تشغل الار تعمل له لانش دايركت بتنزل مع الار، يعني فيش داعي تستدعيها. كيف بستدعي اللايبراري؟ يعني اللايبراري هي فيها عمليات حسابيه، فيها فانكشن، فيها تول مبرمجه وجاهزه، انت ما عليك الا تستخدمها دايركت.
يعني زي الباكجز اللي بتحل أنظمة خطية، الباكجز اللي بترسم معادلات تربيعية، زي اللايبراري ماس هذه اوريدي موجود. في عندي لايبراري اسمها بيز برضو، هاي ايش اوريدي ايش موجودة في الآر، فمش داعي استدعيها كل مرة. اوكي، هلا بنيجي ايش نقرأ ايش الفايلز. كيف انا الداتا عندي في الاكسل؟ طبعا انا راح اتعامل مع اكسل، يعني هو احنا بدنا نعمل زي خط عريض في الار، انه انت كيف تتعامل مع الداتا اللي عندك في الار. بعدين انت مع الوقت بامكانك تطور نفسك، تعمل اكثر براكتسينج، تدور وتبحث. يعني احنا صح كمبرمجين بس مش حافظين كل الكوماند، احيانا نرجع للجوجل نسال عن الكوماند اللي بيعمل كذا كذا، الكوماند اللي بيعمل كذا كذا. ما اعتقدش تلاقي مبرمج مثلا حافظ كل الكوماند. اوكي، مثلا هنا بدي اجي انا اقرا الفايل اللي انا عملت عليه الدراسه تاعتي. اول شيء بعمله ايش؟ بحدد ايش الدايركتوري تاعي. تشوز دايركتوري. شو الدايركتوري؟ يعني الملف تاعك وين موجود؟ شو انت الفولدر اللي انشاته لهذا البروتوكول؟ انا عاده اي دراسه بنشئ لها اسم بحطه في فايل عندي كبير بسميه بروتوكول مثلا جامعات النجاح، بروتوكول جامعات خضور، بروتوكول جامعه باريس. هلا انا هون في عندي داتا انا مخزنها، حاطها على الدوكيومنت مسميه بي واي اي اسلاميك يونيفرستي غزه 12. هاي الداتا انا اللي عندي. الداتا هاي بتعمل دراسه على الريسك فاكتور اللي بياثرن على نقصان فيتامين دي عند ايش؟ بعض المرضى، عند بعض المرضى مثلا في مستشفى جامعه النجاح. هذه الداتا المعلومات البروتوكول، طبعا جبت اسم المريض، جبت الايج، جبت الجندر، جبت هذه الداتا معملها سيميليشن شوي يعني مش حقيقيه. عندي الديت اوف بيرث، هاي كمان في هنا الديت اوف سيلكشن اعتقد، دايجنوزز هايبرتنشن، ديابيتيك كذا كذا، السموكينج بدخن او لا، البي ام اي تاعه اللي له علاقه بالوزن، ال دي دي والاش دي دي. طيب هذا الفايل انا بدي اقراه باستخدام ايش؟ الاكسل. يا اما الفايل بكون عندك اكسل او بتحوله لاكسل، يا اما الفايل بكون عندك مثلا تكست او سي اس في. الار بيقرا اي نوع ملفات حتى لو كان اس بي اس اس، حتى لو كان ايش؟ اس بي اس اس. اوكي، انا الفايل اللي عندي هو اكسل، ف اول شيء بحدد الدايركتوري، فايش بروح على سجن، في سجن سيت ورك دايركتوري، تشوز دايركتوري، بدي اختار هذا الفايل وين هو، بدي اشوف الامتداد تاعه. اوكي، هو كمبرمجين احنا بنستخدمش هاي، احنا بنقول سيت ورك دايركتوري وبنكتب ايش دايركتوري مثلا على سي كذا كذا، بنكتب ايش الباث تاعنا. بس اذا انت مش حافظ الباث تاعك شو بتعمل؟ بتروح سيسجن سيت ورك دايركتوري تشوز دايركتوري. اوكي، انا وين عندي هذول؟ موجود على مجلد اسمه بي واي اي، بحط اوكي، طلع شو اجى عندي؟ اجى عندي سيت ورك دايركتوري، هو هذا هو الدايركتوري تاع الفايل تاعك، بنسخه بحطه هون. اوكي، هذا الفايل اللي انا راح اشتغل عليه، الداتا راح اسحبها من هذا الفايل، النتائج راح اخبيها في هذا الفايل اللي يصير كنوع من التنظيم. طيب انا في عندي الداتا عندي اكسل، في لايبرري في الـ في الـ في الار بتقرا ملفات الاكسل شو كان نوعها. لازم هاي اللايبرري اسمها الباكج ريد اكسل. طب هذه انا الباكج لازم انزلها، كيف بنزلها؟ بقول انستول، لما تحط انستول طلع شو بيجيك، انستول باكجز ولا انستولد باكجز؟ لا، بدي انا اعمل انستول باكجز، بكتب اسمها بين نوتيشن، بحط ريد اكسل وبضغط ايش انتر. فهلا شوي عماله بنزل، طلع هون بصير عندك اشاره حمراء انه الار ستوديو مشغول، عماله ايش بيعمل كومبايلينج، فبلش ينزل هلا ايش اللايبراري. افضل شيء انه الواحد يتعامل مع البيانات كانها اكسل، اذا تعاملت معها كانها سي اس في او ساف من الـ من الـ من الـ من الاس بي اس اس طبعا شيء عادي. اوكي، انا خلصت من الداونلود لها، خلص هذا الكومنت فيش داعي اني اخليه، بعمل له كومنت. طيب هلا انا اللايبرري هاي بدي استدعيها، لايبرري ريد، طلع ظهرت عندك ريد اكسل كنترول او ار كنترول سي، فاجت. اوكي، طيب ماي داتا
جيب الفايل وسميه وحطه في في كما في متغير اسمه ماي داتا، بقول ريد اكسل هاي، بختار هاي لانه الفايل عندي هو اكسل اكس يعني 2010. اذا هو مثلا اقل من 2010 في عندك ريد اكسل، يعني اللي انت خبير في هاي الشغلات وبتعرف شو الاكستنشن للفايل اللي عندك. انا اللي عندي الفايل هو اكسل اكس، فبحط اكسل اكس بكتب اسمه، بس اسمه داتا اعتقد ANCI اكسل اكس. اوكي هي قرأه، واضح هيك بيكون ايش قرأ الفايل. طيب انا في الـ R اسهل اشي اني اتعامل مع الداتا ايش كداتا فريم. اذا هذا الماي داتا ضغطت عليه دبل كليك، هاي الداتا اللي عندك، هاي الداتا اللي هو قرأها طلع، بيقول لك عندك 84 رو و34 ايش كولوم. اول كولوم اسمه نمبر نيم. حتى اسهل استخدم معظم التولز على الار، لازم الماي داتا هاي احولها لداتا فريم دوت داتا فريم. ماي داتا بحولها لداتا فريم، داتا فريم ايش للماي داتا، بس بحط الماي داتا ايش بين قوسين فتحول ايش لداتا فريم. ليش؟ لانه راح تقدر تعمل عليه اكثر من شغله. مثلا الدايمنشن للماي داتا هلا هيو 34 84 سطر و34 عمود. طيب شو طبيعه الداتا اللي عندي؟ حكينا باستخدام الفانكشن ستراك او ستراكشر ماي داتا، هي الداتا اللي عندي داتا فريم 84 اوبزرفيشن اوف 34 فيريبل. اول فيريبل هو النمبر، يعني النمبر تاع المريض، بعدين اسمه، بعدين الايج، بعدين الجندر، بعدين الديت اوف بيرث. طبعا انت من هلا بتقدر تختار ايش الفيريبل اللي انت بدك تعمل عليهن ايش احصائيات، الفيريبل اللي انت فعلا بدك اياهن. مثلا في فيريبل انا بديش اياه، مثلا بدي احذفه من هاي من الملف، زي النمبر، النمبر ما بيلزمنيش يعني النمبر هذا. فكيف شو بعمل؟ بقول ماي داتا بحط اس دولار، بمجرد ما حطيت اس دولار بتفتح لك خانه كل اسماء الفيريبل اللي عندك. بحط النمبر، بختار النمبر ايكوال نل، نل كابيتال، بتتغير لونها ايش للاحمر. فايش بتصير؟ بروح تعال كمان مره اعمل استراكشر للماي داتا، اختفى نفس الشيء. النيم انا ما بلزمنيش، بدي اعمل ديليت لل برضو اس دولار، النيم ما بلزمني طيب ماي داتا انا مثلا بدي اختار العمود الثالث، هاي العمود الثالث اللي هو الديت اوف بيرث. طيب بدي اختار مثلا العمود الثاني اللي هو الجندر، الجندر حلو بلزمني. مثلا الماي داتا عندي شو الفيريبل انا بتهمني؟ الايج الحين صار رقمه 2، سوري هذا صار رقم 1، الايج رقم 2. اوكي هي الايج صار رقم 1، هي الجندر صار رقم 2. طيب اذا انا بدي اختار سبست من هذا، من هذا الداتا فريم بدي اختار سبست بس منه، ممكن ايش اعمل؟ اقول ماي سبست داتا فريم، اي اسم بدك اياه، ماي سب داتا فريم او سب داتا سب، هو ماي داتا بتحدد الاندكس تاع بالفيكتور سي. يعني مثلا بدي العمود الاول العمود الثاني، صح؟ اكتب الاستراكشر للماي داتا، العمود الاول ايج حلو اني اعمل عليه دراسي، الجندر برضه حلو اني اعمل عليه دراسي، الاول الثاني هذا بلزمنيش، الثالث بلزمنيش، الرابع بلزمنيش، الخامس بلزمنيش، السادس الهايبرتنشن، هل المريض عنده هايبرتنشن او لا بلزمني، هل هو ديابيتك او لا، سبعة مثلا بلزمني، ثمانية تسعة ستروك كمان بلزمني. يعني بقدر يعني احنا نختار بس سبست منهن، نختار مثلا تسعة هيك. اوكي فانا اخترت ايش بس الفيريبل اللي انا يعني معني اني اشتغل عليهم. فمثلا هاي السبست بامكانك انت كمان مرة تعمل الاستراكشر للسبست، طلع صار عندك الايج والجندر والهايبرتنشن والديابيتك والترانزيشن شيميك اتاك. اوكي طيب
انا هذول الفيريبل بدي اجهزهن لنيوميريك او انتجر او فاكتور. الايج اوكي فور شور هو نيوميريك، طب الجندر اكيد مش كاركتر، الجندر هو كاتيجوري، فلازم احوله ايش؟ لا احوله لفاكتور او انتجر. فافضل شيء ان احول يا نيوميريك يا فاكتور، انا عاده هيك صراحه بستخدم يا نيوميريك يا فاكتور. سب داتا حط اس دولار الجندر، فبيجيك الجندر. شو بتعمل؟ بتقول equal as factor. as factor لمين؟ لنفس الفيريبل اللي هو الكاركتر. sub data as دولار للجندر. هيك ما دام ما ظهرش عندي ايرور فاكيد ايش تحول. جرب كمان مره، حط structure sub data طلع الجندر شو صار؟ factor. الجندر صار factor يعني category، في له levels، في له مجموعات. نفس الشيء للهايبرتنشن، بامكانك انت الهايبرتنشن كمان تحوله سب داتا داتا هايبرتنشن ايكوال از فاكتور سب داتا هايبرتنشن. اوكي نفس الشيء الديابيتك سب داتا. هلا في كومنتز يعني بامكانها تحولهم كلهم مره واحده، بس احنا خلينا نمشي شوي شوي. as factor لا sub data لا transition لا ايش للترانزيشن. اوكي طلع على الداتا الحين كمان مره، انت جهزتها هيك الداتا هيك، بس ضل ايش اخر شيء. سوري احنا هذا الديابيتك ميوتي، بس نقول الاخير sub data transition equal as dot factor لا sub data لا الترانزيشن. افحص الداتا عندك دائما، الكومند هذا الاستراكشر دائما حاضر يعني في اي لحظه انه تشيك على الداتا اللي عندك. طلع النيوميريك فاكتور فاكتور فاكتور، فهذه الداتا هلا جاهزه ايش للتحليل، جاهزه ايش للتحليل. اوكي نرجع للباوربوينت اللي عندنا. انا قرات الداتا باستخدام الاكسل، او في عندك اذا بدك اياها اذا الداتا عندك سي اس في ممكن تستخدم ريد تيبل. هاي الداتا اللي انا سحبتها طبعا عن طريق الاكسل، قدرت اعمل اكسس على الكولوم 1، اكسس على السطر الاول، يعني اي شيء بقدر اعمله. الاستراكشر للداتا حتى اشوف التايب تاعيتها، الدايمنشن اشوف كم سطر عندي وكم عمود. في عندي فانكشن حلو في الار اللي هو الفيكس، فيكس الداتا فريم يعني فيكس للسب داتا اللي عندك. شو بتظهر عندك؟ تظهر عندك الداتا، هاي الداتا اللي انت عمالك تشتغل عليها. احيانا هذا بستخدمه، ممكن يكون في عندي في الداتا اعمل سكيمينج سريع للداتا اذا في متغير هيك مدخل واحد غريب، فممكن اعمل ايش على السريع شغلات زي هاي. يعني بدل ما ارجع لملف الاكسل على المجلد، لا من نفس الار بقدر اعمل فيكس واكسس ايش على الفايل اللي عندي. اوكي حولت انا الجندر لفاكتور، الكلاس تاعه طبعا راح يكون فاكتور. نفس الشيء الايج اصلا هو عندي نيوميريك، ما فيش داعي احوله لنيوميريك. المتغيرات الغير مهمه طبعا انا ايش ازلتها. هلا بنيجي ايش لمقاييس النزعه المركزيه، انه كيف انا بدي اطول مقاييس النزعه المركزيه. هو فعليا انا هلا نظفت الداتا، طلع انا نظفت الميموري، بعدين جيت ايش حددت الدايركتوري اللي بدي اشتغل عليه، سحبت الداتا واخذت الفاريبل اللي بدي اياهن واعاده تعريفهن. انت عاده في الاس بي اس اس اذا بتشتغلوا على الاس بي اس اس بعرف الداتا اللي عندي هل هي سكيل، هل هي نومينال، هل هي اوردينال. اوكي طيب بدي مثلا للايج، انا ايج ما دام نيوميريك بقدر احسب له المين، بقدر احسب له الميديان، بقدر احسب له الستاندرد ديفيشن والفارينس. فنقول المين مين يعني هو مين للسب داتا، حط أزلر للإيج هيو المين تاعه. بدي الفارينس فار لا السب داتا لا الإيج. أوكي بدي الستاندرد ديفيشن، الستاندرد ديفيشن هو أس دي، أس دي للسب داتا لا الإيج. أوكي طيب إذا أنا مثلا بدي أقرب واحد فيهن لمنزل عشرية أو منزلتين، نفس الشيء ممكن تستخدم المين هذا. انت في كومنت سوري
في كوماند اسمه راوند، راوند القيمه اللي انت حسبتها هاي لا 2 ديسيمال، فهي قربها ايش ل 2 ديسيمال، ل 1 ديسيمال اوكي، اذا ما حطيتش ديسيمال بقربه ايش لعدد صحيح دايركت اوكي. هذا بالنسبه للميش المين والفاريانس والستاندرد ديفيشن. طيب مثلا بدي مجموع انا الايجز، مجموع الايجز سم لا سب داتا لا الايجز، اي مجموع الايجز اوكي. ممكن انا بدي مجموع مربع فروقهن عن وسطهن الحسابي، يعني سم الايجز داتا للايجز، بدي اطرح منهن ايش اللي هو المين تاع الايجز، يا اما بتخزن هذا في متغير اسمه بي بتقول ناقص بي، او ايش بامكانك تقول هو المين للسب داتا للايجز. فهذا مجموع فروق القيم عن وسطها الحسابي، طبعا راح يطلع صفر زي ما بتعرفوا انت، هي قريب للصفر ناقص 13 اوكي. طيب انا بدي ايش مجموع تربيعهن، نقول هيك تربيع بربعهن بعدين ايش بجمعهن اذا بدي، واضح؟ هو الغرض انه اورجيك ايش الفانكشن سم، انه بيجمع ايش الفيكتور كوميوليتيفلي، يعني بشكل ايش تراكم اوكي. فهذول هاي مقاييس ايش النزعه المركزيه اللي عندي، قدرت اطلع المين، قدرت اطلع الفاريانس، قدرت اطلع ايش الستاندرد ديفيشن. ممكن هذول البيانات انا اخزنها في تيبل، مثلا تيبل فبدي داتا فريم يعني اكسل، بسميه ريز تيبل، بسميه ريزلت تيبل، عرف داتا فريم. الداتا فريم هذا طبعا بده يكون عندك اول سطر فيه اسم العمود، تحتيه المين ومقابله قيمته، تحتيه الميديان ومقابله قيمته، تحتيه الستاندرد ديفيشن ومقابله قيمته، تحتيه الفاريانس ومقابله قيمته. يعني مثلا بدك انت الداتا فريم مثلا يكون فيه اول شيء القيم ان اي فاضيه يعني نل، وبدي مثلا خلينا نقول خمس اسطر نمبر اوف رو او سوري يعني، او اعتقد انه بتقدر تستخدمه داتا فريم هو فاضي، داتا فريم تكون جوا ماتريكس ان اي نمبر اوف كولوم هنقول 2 ونمبر اوف رو اللي هو ايش هنقول 5. فاضغط هون على الريز تيبل، انا عرف الداتا فريم من عمودين فاضي، الان اي هي يعني هذه انها ايش فاضي. طيب انا ريز تيبل بدي السطر الاول الحد الاول يبقى فيه ايش اللي هو اسم المتغير، خلينا نقول اسم المتغير هو الايجز مثلا، حطيت فيه حرف الايجز اوكي. فهذا اول سطر بيكون فيه الايجز، هلا تحتيه هون بدي احط المين، بدي احط الميديان، بدي احط الستاندرد ديفيشن، بدي احط ايش الفيرينس، اعبي هذا ايش الداتا ايش فريم. طيب ريز تيبل بنزل على العمود السطر الثاني العمود الاول بدي احط ايش اللي هو بدي اكتب هون المين اوكي. طيب ريز تيبل في العمود الاول بدي احط ايش الميديان، مثلا ريز تيبل السطر الرابع العمود الاول بدي احط ايش الستاندرد ديفيشن اس دي، وهون مثلا بدي احط خليني اقول بدي احط المين مثلا او الماكس، بدي احط المين فاصلي الماكس اوكي. ارجع نفذ كنترول وانتر كنترول انتر كنترول انتر كنترول انتر كنترول انتر. فانا هين حطيت الهيدر لهذا الفايل هو عمودين، اول فايل اول اللهم صل على سيدنا محمد، اول سطر فيه هو اسم المتغير، بعدين تحتيه المين تاعه الميديان والستاندرد ديفيشن والمين والماكس. طيب هلا كيف بدي اعبيهن؟ باجي الريز تيبل اول عمود اول سطر واول عمود خلص انا حطيت فيه النيم، بدي انزل تحت هلا على السطر الثاني العمود الثاني اللي هو المقابل المين هان بدي احط فيه المين تاع الايج، المين ل السب داتا للايج اوكي.
بإمكانك أنت تستخدم النسخ واللصق، يعني هذه مثلا تنسخها تحت. باجي متغير الثالث، السطر الثالث عمود الثاني، بديش الميل الفيريانس. أوكي سوري، بدنا الميديان. الميديان هو نفسه، الميديان بالعربي والميديان إيش بالإنجليزي، هاي الميديان. إذا أنت حبيت تتفرج على قيمة الميديان ممكن تظلل هاي، تضغط كنترول إنتر. الميديان كان 62 بوينت إيش نص. نفس الشيء العمود الرابع السطر الثاني، بدي الفيريانس فار، بعدين بدي مثلا المن والماكس. أوكي هلا بنيجي إيش للمن والماكس. إذا حطيت المن راح تظهر قيمة واحدة بس، تعرستي بشو صار فيه هلا قبل ما نيجي للكريستال من والماكس. هلا أول سطر هو الايج، بعرف إنه لما يكون جنبه إن اي بس الايج، المين تاعه 62، الميديان تاعه 62.5، الاس دي 125، المن والماكس 35، فلازم أنا أحط كمان إيش قيمة جنبها. هاي بنيجي يعني كوماند ضروري تعرفه كثير بيستخدموه اللي هو البيست، لصق، يعني ألصق قيمة جنب قيمة. يعني هلا عندي المن مثلا، هلا عندي قيمة المن، الماكس أنا عندي هي ماكس لا صب داتا لا الإيج، هاي الماكس. فإذا عندي المن 35 والماكس 37، فكيف بدي ألصقهن مع بعض وأحطهن إيش محل ال 35. طلع عندي على الكونسول هون في عندي فانكشن اسمه بيست. بيست مثلا الصق لي الاثنين والثلاث ريشن بينهن لصقهن ببعض وحط فاصل، لصقهن ببعض وحط ايش شحطه، واضح؟ لصقهن مع بعض وحط سيمي كولوم. اوكي فهذا الشيء راح اعمله هون، اني انا نزله هذا تحت، بنحط بيست المن راها الصقل الماكس ريشن سب سيباريشن ايش بدي بينهن فاصل، طلع هاي الرز ايش للتيبل. اوكي هذا ايش وصف احصائي للمتغير ايش الايج، طلعت منه المين الميديان الستاندرد ديفيشن الماكس، متوسط اعمار المرضى عندي 62، القيمه اللي تحتيها 50% من البيانات هي 62 ايضا، التشتت في البيانات 125 كبير يعني، سوري هذه الفيرينس، هذه الفيرينس هذا نحط اس دي. اوكي دي كان 11، تشتت البيانات 11 سنة. أوكي يعني هذا التابل أنا في المرحلة الأخيرة بإمكاني إيش أطبعه على صفحة إيش وورد. أوكي أنا ممكن كمان إذا أنت خوف ذلك تكرر هاي العملية مرات ومرات، ممكن تعمل فانكشن إيش يطلع لك هاي المتغيرات بمجرد إن أنت تعطيه متغير إيش نيوميريك، تعطيه متغير نيوميريك برجع لك إياه على شكل تابل، بحط لك اسمه في البداية، بعدين بحط لك المين والميديان والستاندر ايش ديفيشن. اوكي نكمل. فخلصنا من المين والميديان والفيرينس. اوكي الكل بعرف انه الميديان هو انا برتب البيانات تصاعدي او تنازلي، اذا كانت البيانات عددها فردي فبكون رتبة الميديان هو عددهن زائد واحد على اثنين، إذا كان عددهن زوجي بيكون عندي عددين مرشحات يكون الميديان، فباخذ ايش الوسط الحسابي ايش تاعهم. انا حاط هنا مثال يعني بسيط طبقناه هلا على الار. بنيجي ايش للرينج، الرينج هو من مقاييس التشتت كمان، الرينج سميه ار او ار ار نفس ما بدك انت، هو القيمه اكبر قيمه ناقص اقل قيمه، يعني الماكس لا الصب داتا للايج، انا بشتغل لساتنا على الايج ناقص المن للصب داتا ايش لا الايج. اوكي هاي الار اضغط عليه
ضغطتين. إذن الرينج عندي في البيانات هو إيش؟ 62. المقياس الثاني من مقاييس التشتت أيضا هو عندي زي ما حكينا الـ variance والstandard deviation. طبعا أنا حسبته هو الـ var والـ SD function. أوكي، زي ما هو موجود عندك هون في السلايدات. أوكي، بنيجي لأشي مهم اللي هو إيش؟ مقاييس الموقع. مقاييس الموقع زي البرسنتايل والكوارتايل والزد سكور. طيب انت بتعرف انه الزد سكور قانونها هو القيمة ناقص المين على ايش؟ الستاندرد ديفيشن، سواء للبوبوليشن او للستاندرد او للسامبل. انا كاحصائي بشتغل على سامبل، ما بشتغل على بوبوليشن. اذا انا بشتغل على البوبوليشن ففيش داعي ايش اعمل استيميشن او احصائيات لاي شيء. يعني مثلا إذا بدي أحسب الزد سكور لقيمة محددة، مثلا أنا عندي هلا الفيكتور إكس عندي هيوتو اللي هو كان الأعمار لست طلاب، بدي أحسب الزد سكور يعني العلامات المعيارية لهدول. أول شيء بطلع إيش؟ المين، اللي هو المين للإكس. بعدين بطلع إيش؟ الستاندرد ديفيشن هو أس دي لا الاكس. اوكي، هلا كيف بحسب الزد سكور لكل واحد فيهم مره واحده؟ بقول اكس اكس ناقص اكس بار على اس دي. فهلا هو اعطاني ايش؟ العلامات المعياريه لكل ايش قيمه. ال 12 العلامه المعياريه تاعتها كانت سالب 9 تقريبا، 9 بالعشره 19 هي سالب 20 او 21% وما الى ذلك. اوكي، الغرض انه الواحد يعرف انه المين هو الفانكشن اللي بعطيني المين، الاس دي هو الفانكشن اللي بعطيني الستاندرد ديفيشن. اوكي، بنيجي هلا للبرسنتايل. البرسنتايل نفس الميديان. انت بترتب البيانات بشكل تصاعدي، بتحسب رتبة المائين، يعني ال 20% شو حصتها من البيانات؟ هل حصتها 5 5 وشوي، 6 ولا 6 وشوي؟ واذا كان عندك الرتبه طلعت بالاعشار قلنا بنقربها للاعلى. اذا الرتبه العدد صحيح فباخذ العدد واللي وراه، يعني رتبه العدد واللي وراه، وبقسمهم ايش؟ على 2. ايش القانون اللي بعطيني هو الكوارت الكوانتايل او الكوارتايل او البرسنتايل للقيم؟ اسمه كوانتايل. كوانتايل سب داتا للايج مثلا، بس للاشياء الرقميه انا عمالي بشتغل، بقدرش اطلع البرسنتايل للجندر او للمدخنين. بدي البرسنتايل، بدي ايش؟ برسنتايل 50. البرسنتايل 50 هو الميديان اللي هو 62.5. بدي البرسنتايل مثلا 25 54 اللي هو الكيو 1. بدي البرسنتايل 75 اللي هو ايش؟ 70. اوكي، طيب انت بعد هاي اللحظه ممكن انت تعمل الفانكشن تاعك لحالك وتضلك كل ما بدك احصائيه تضلك تستدعي هذا الفانكشن. يعني ضروري نعرف كيف نعمل فانكشن باستخدام الار. كيف ايش؟ كرييت فانكشنز. حتى اعمل كرييت لفانكشن اول شيء بسميه ماي ستات فانكشن ايكوال، بكتب كلمة function راح يتغير لونها. دمة ما تغير لونها اعرف انها هذه keyword مثلا، وبفتح ايش؟ قوسين هذول البرانتيسيس وبنزل واحد فيهن تحت. هذا الفانكشن انا بدي اعطيه متغير واسمه، متغير هذا واسمه سوري، واقول له رجع لي تيبل في التيبل اللي عملناه قبل هذا. التيبل هذا انه يرجع لك ايش؟ التيبل هذا شو ما كان عندك ايش المتغير. يعني مثلا اذا عندك المتغير اكس، احنا هون عملنا عرفنا تيبل. اول شيء بنعمل داتا فريم اللي هو ريز تيبل اللي هو داتا فريم ماتريكس
مليانة إن A number of column تاعها بتكون 2 بستاندر number of row. أنا بدي تيبل عادة يا جماعة التيبل في الجداول الإحصائية الستاندر في الحالة اليونيميريك ببلش عدد المتغيرات بين قوسين الميسنج فاليو بعدين المين بلس ماينس الستاندر ديفيشن بعدين الميديان بعدين المين إيش والماكس. فإذا تكون عندي الميسنج والمين والميديان والمن والماكس بصير عندي إيش تقريبا زي 4 مع الـ مع الاسم الفيريبل 5. لو ضغطت هون راح يطلع عندك إيش 5. أول شيء في أول سطر بحط اسم الفيريبل رز 1 1 هو إيش النوم للفيريبل. أوكي النوم أنا عندي الست ما عرفتوش الفانكشن هذا. أوكي رز للتابل 2.1 راح حط فيه اللي هو المين بلس ماينس مثلا الستاندرد ديفيشن. اوكي اسمه يعني راح يكون المين بلس ماينس ستاندرد ديفيشن 3 و1 راح يكون عندك الميديان بين قوسين بحطه Q1 الى Q3 اللي هو الانترا كوارتايل رينج. الثالث بحطه 4 و1 بحطه المن والماكس من ايش والماكس. اوكي الحين بدي اجي ايش ابلش اعبيهن هدول. باجي على الريز تيبل اللي هو الاثنين اثنين واثنين انا بدي ايش بدي المين والستاندرد ديفيشن وملزق فيهن البلس ماينس. البلس ماينس في الار هي لها سمبل خاص دقيقة بس اتذكر ايش الرمز تاع البلس ماينس. اوكي هي ممكن نسخها هيها بلس ماينس من هون نسخها الفانكشن. طبعا انا هذول الكود راح اخلي لكم اياهن يعني بعد المحاضره بلس ماينس. اوكي فانا بدي اعمل بيست لا المين للاكس هذا المتغير انا اعطيته اياه احط بلس ماينس بيناتن واعمل اس دي للاكس وسيبريشن بينهن. خلص انا بديش سيبريشن انا فصلت بينهم بالايش بالنوتيشن فبحط سيبريشن نوتيشن فيش بينها ايش فرق. اوكي يعني للريز تيبل الثاني ثلاثة اثنين والميديان عندي نفس الشيء البيست للميديان للاكس بعدين بدي افتح قوس هاي قوس بعدين بدي احط ال Q1 اللي هو الكوانتايل 25 الكوانتايل لإكس 25 بعدين في شحطة بيناتن بعدين في كوانتايل كوانتايل للإكس 75 القوس وبديش سيبريشن بينهن ابدا ما بديش يعني فواصل بيناتن. اوكي هاي خلصت من السطر الثالث باجي للسطر الرابع هلا اللي هو المن والماكس نفس ما عملت فوق انا نفس الشيء بيست المن ل الاكس المن للواي للاكس سوري ماكس هون من ماكس بيناتن بدي ايش بس فاصلي انا بعد ما يعبي لي الجدول بدي اقول له ايش رجع لي الفاليو ريتيرن ريز تيبل ريز تيبل. اوكي هذا الفانكشن هذا الفانكشن انا لو اعطيته متغير نيوميريك راح يرجع لي ايش التيبل. ما اضغط عليه من هون واعمل كنترول وانتر او من هون من تحت من اخر نقطه فبتعرف ايش الفانكشن بدخل ايش
على الميموري تاعت البرنامج. اوكي خلينا نجرب my stat. بستدعي الفانكشن. ايش بدي الفانكشن اكس؟ انا معرفه بدي اسميه ايش؟ age مثلا. طلع ايش اعطاني؟ هاي اعطاني ايش النتيجه انا اللي بدي اياها. فهذا الفانكشن بدل ما كل مره اطلع هذول، انا بامكاني هذا الفانكشن اخزنه في ملف واستدعيه في اي لحظه بدي اياها، او بحطه في اول البرنامج وبدخله على الميموري من البدايه. انا عاده بعمل فانكشن اسمه ملف اسمه دائما my functions، بحط فيه ايش الفانكشنز اللي بدي اياهن. يعني مثلا هذا الفانكشن انا بنسخه هون. اوكي هلا بدل ما كل مره احطه في التكست، بامكاني هون في عندك شيء كلمه سورس اند سيف. يعني هذا لما تضغط عليه هون وتحط سيف بعطيك لينك انه هذا الفانكشن اللينك تاع الفانكشنز تاعك اللي بدك تشتغل عليهن موجودات في الامتداد هذا. فايش بحطه هون، او عاده بنحطه مع الدايركتوري. يعني لما اشتغل على الدايركتوري بدي اقول له الفانكشنز اللي بدي اشتغل عليهن، فبدل ما استدعي او اكتبه كل مره هون استدعيه مره واحده. فهون my stat للاكس، يعني الديسكريبتيف ستاتستيك للفاريبل اكس اللي عندي هو ايش؟ الايج. هلا انا صراحه عامل فانكشن كبير طويل عريض. شو مكان الداتا عندك؟ النيوميريك ولا فاكتور؟ بطلع لك ايش؟ احنا بالفعل عملنا الجزئيه هاي هلا مع بعض، انه طلعنا المعلومات بخصوص النيوميريك فاريبل. هلا بخصوص الكاتيجوريكال فاريبل انا بلزمني ايش؟ التكرارات. فهذا الفانكشن انا مسميه ديسكريبتيف ستاتستيك. مثلا انا عندي الداتا فريم اللي عندي هو سب داتا، طلع على الاستراكشر تاعه. انا عاود نعيد نتاكد هل هن النيوميريك وفاكتور. الفانكشن هذول بس بيشتغلن مع النيوميريك وفاكتورز، يعني لازم يكون الداتا حتى تطلع منها نتائج احصائيه لازم تكون يا نيوميريك يا فاكتور. فهذا الفانكشن انت بتستدعيه مره واحده، بتقول ديسكريبتيف. طلع هون لما تكتب كلمه ديسكريبتيف بعطيك خيارات موجود عندك في الجلوبال انفايرمنت، يعني موجود انت عامله هذا الفانكشن. ايش بعطيه؟ بعطيه الداتا فريم صف داتا. وايش بيلزمني؟ باي جروب. يعني في عندي ارجيومنت اسمه باي جروب. هل بدك تعمل احصائيات بناء على جروب معينه؟ هل بدك اعمار الاناث لحال، اعمار الذكور لحال، اعمار اللون عيونهم اخضر، اعمار الاشخاص اللي عندهم فصائل دم ايه؟ لا ما بدي، بحط ايش؟ كلمه نل فقط وبستدعي. بعطيني ايش؟ بعطيني هاي ايش؟ القيم. هذا الفاريبل، هاي النسب، الايج، عدد القيم 84، الميسنج صفر، المين ستاندرد ديفيشن كذا كذا، بعطيك اياه. هلا كيف انا هذول الريبورت بدي اطلعهم في جدول مثلا واستفيد منهم؟ في عندك في الار ستوديو في فوق كلمه نيو فايل بتروح على ار مارك داون. ار مارك داون اللي هو راح يطلع لك الريبورتس اللي انت بحاجته. فلو ضغطت عليه راح يجيك خاني بقول لك سمي الفايل عندك ماي ريبورت مثلا، بدي اسميه. بدك اياه يطلع لك اياه على شكل اتش تي ام ال ولا بي دي اف ولا وورد؟ لا انا بدي وورد عشان اقدر ايش؟ انسق واعدل والون واظبط. بحط اوكي. بمجرد ما تحط اوكي بعطيك فايل فيه جاست سامبل كوماند هو حاط لك اياهن. كيف بنفذ الار مارك داون؟ من عند هاي الاشاره اللي شكلها زي ايش؟ النتر. هاي من عند النت شكلها زي الكره الارضيه. بضغط عليها ضغطه واحده راح يعني يفتح لك نافذه ويقول لك سمي الفايل بدك تخزن فيه البيانات. كمان مره بنسميه ماي ريبورت. هون الفايل هي طلع عندك على شكل اكسل، هذا العينه حاط لك اياها، هون العنوان حاط لك اياه، هون التاريخ، هون الكتابي اللي اصلا هي اصلا مكتوبه هون. طلع انت لما تكتب بتكتب عادي، لما تيجي تحط كود بحط الكود بين ايش؟ هذا اللي هذا الجنك. الجنك هذا بجيبه من هون من عند هاي الخضره هاي، بضغط هون بحط ار، ار يعني بدي اكتب كود ار. اوكي؟ طيب انا الفايل اللي عندي في بيانات غير. اوكي فانا مش بحاجه للي هو حط لي اياهن، بمسحهن بنك ار جديد وبدي ايش؟
كل اللي عملته أنا هون بدي إيش أطلعه هناك، عملته أنا هون بدي أطلعه إيش هناك. اوكي، هاي الفايل انا اللي اشتغلت عليه. اول شيء عرفت الداتا الاكس، هاي القيم بتاعت اكس. اوكي، احنا بهمني الجدول انا تحت اللي هو بيطلع لي النتائج اللي بدي اياها اللي هو هي الديسكريبتيف تيبل. هذا هو طلع عندي التيبل اللي بدي اياه. هلا في الار كومنتس اكثر بتخدم اكثر، انه التيبلز هذا اللي انا طلعته بدي اطلعه بالفعل تيبل على شكل ايش؟ وورد تيبل. ممكن اسمي هذا اسمه ريز تيبل، بخزنه ايش في ريزلت. اوكي، في عندي في الار لايبراري اسمها باندر. هذه الباندر انت بمجرد اذا نزل عندك بتنزلها من انستول دوت باكيجز باندر. انا نازله عندي ففيش داعي ايش ارجع انزلها. هذه الباندر فيها فايل، فيها كوماند اسمه باندوك. باندوك يعني باندر دوكيومنت تيبل، باندوك تيبل اللي هو الرز. بقدر احط كابشن، بدي كابشن. اوكي، دقيقة، في كمان ارجيومنت باند دوك تيبل الرز ستايل جريد، يعني مخطط. كابشن بدك تحط كابشن، بدك تقول مثلا ماي ريزلتس اذا بدك. الميسنج فاليو اعمل لي اياهن فراغات. السبلت تيبل انفينيتي، كيف يعني اذا التيبل طويل ما تقسمه، خليه شو مكان تيبل طويل. اوكي، ايضا لازم اشتغل على هذا الفايل اللي هو الماي ريبورت، اعمل له سيتنج هون، اقول له انه تطلع ليش الكودز، ما تطلع ليش الكومنتس. برضه نفس الشيء راح اخلي لك التمبلت هذا معك اللي تقدر تشتغل عليه شو مكان. فبعمل شويه سيتنج عليه اللي هو هان في السيت اب، بقول له انكلود الكود، لا مسجز بديش اياها تطلع عندي، ويرنينج بديش اياها تطلع عندي، كومنت بديش اياها تطلع عندي في الريبورت. إذا في فيجر اعمل لي طوله 30، إذا في فيجر اعمل لي الويدث تاعه. هاي أشياء ستاندر يعني ما تغيرها، دائما استخدمها بالطريقة هاي. أوكي، لو جينا نعود نطبق هذا كمان مرة هون، نمسح هاي اللي كتبناه ونعود نحط الفايل اللي عندنا، راح نشوف التيبل طلع بالفعل على شكل تيبل وورد تيبل. بس لازم تسكر الفايل هذا قبل ما تشتغل عليه حتى يعمل رن جديد. هذه كل النتائج طلعت عندك دايركت بدون ما احط لك. هي التيبل انت ايش بدك اياه بالفعل هو وورد تيبل، بامكانك تعمل عليه شويه تنسيقات. اوكي، فبصير عندك ايش النتائج اللي انت ايش بحاجتها، بدل ما تقعد تنسخ وتلصق لحالها بيطلع ايش. هاي ممكن تحط لها توسيط او كذا هيك. هاي كذا، هي الايج كنترول ليفت، الجندر كنترول ليفت، هايبرتنشن. فالاشياء سهله وبسيطه بمجرد انك ما تستخدم هدول الفانكشن، بس بضل عليك بس تقرا الداتا عن طريق الار. يعني الايج هنا عددهم 84 فيش ميسنج، معدل اعمارهم كذا، التشتت كذا، الميديان 62.5، المين والماكس 35 و87. هاي هي الصوره العامه للستاندر ديسكريبتيف تيبلز اللي بتشوفوها في المقالات. بضل تيبل واحد علينا اللي هو الجروب اناليسز. هلا انا نفس الشيء راح اخلي مع الدكتور حازم هذول الفانكشنز اللي يعمل بوست على الايميل عن طريق الايميل للكل اللي هو الملف ماي فانكشن. احنا قلنا نعود نرجع نرتب الافكار تاعيتنا. اول شيء انا بمسح الميموري، بعدين بحدد
الدايركتوري تاعي والسورس فانكشنز اذا في عندك فانكشنز انت بدك تستخدمها. اوكي حيوتن بعدين بقرا الداتا. انا قرات الداتا من هون، استدعيت اللايبراري هاي، قرات هدول واستخدمت ايش السب داتا. بالفعل هذا هو اللي سويته اليوم. هلا دايمنشن هذا خلاص انا صرت اعرف انه دايمنشن معطيني الدايمنشن النيم، واخترت هدول الفيريبل اللي اشتغل عليهم. يعني لو جيت تنفذ هذا كمان مره مثلا تمسح الميموري ما راح تلاقي اي خطا هون، بس بقول لك الصاب داتا اوكي الداتا عندي رايحت. اوكي داتا الجندر اوكي الجندر مش موجود عندي اصلا. داتا شو الفاريبل اللي فيه والنمبر، احنا عشان نقلناها من تحت تغيرت الرموز تاعت الارقام تاعت التيبلز، بس بنعاود نشيك عليهم كمان مره. ستراكشر ماي داتا او بقدر احط له اسماءهم بدل ما احط له ارقامهم، بقدر احط له الاسماء تاعتهم. هايبرتنشن ديابيتيك الكيميكال اتاك، بس لازم احط هنا ايش بين نوتيشن اوكي. انا عندي اربع فيريبل اخترت، هذول هم اللي عندي. بعدين عملت عليهم ديسكريبتيف ستاتستيك تحت، اللي هو انا استدعيت الفانكشن تاعي هاد اللي انا عملته زي ما شفته. بالفعل انا هي قرات الداتا، اخترت الفاريبل وعملت ديسكريبتيف ستاتستيك اوكي، واستدعيت الباندا. عاده اللايبرري كمان عشان التنظيم بحطهم تحت بعض. هلا انا بامكاني مثلا اتخلص من الاشياء المزعجه في الفايل الاولاني طلعت منه الريبورت هون اوكي، ممكن امسح هذول كلهم بس اطلع التيبل لحاله عندي اوكي. برجع بنفذ كمان مرة اوكي كنترول سي نروح الفايل تاعنا اللي بالضبط سميته اوكي. دكتور سامر الصوت واضح؟ صحيح واضح دكتور. اوكي بس انا سكرت الملف رجعت فتحته. اوكي أنا بدي بس هدول، يعني ما بدي كلهن أدخلهم إيش في الريبورت. أوكي هلا لو نفذت راح يطلع عندي بس التيبل لوحده لوحده. أوكي هذا التيبل أنا اللي بدي إياه.
اوكي نكمل بخصوص الديسكريبتيف ستاتستيك. هلا انا كاني عملت زي بوبوليشن كاركترستيك للي عندي. طبعا احيانا بلزمني رسمه البوكس بلوت. البوكس بلوت هو بوكس بلوت عندك انت الصب داتا للايجز. فعلا انا ما عندي الايجز. الداتا اللي عندي كلها نيوميريك ستراكشر صب داتا. كل داتا عندي فاكتور يعني بضيف لها الايجز بس هون. الفيريبل هو ايج. اوكي رسمة البوكس بلوت راح تكون بوكس بلوت سب داتا للايجز. تظهر عندك على اليمين هاي هي رسمة البوكس بلوت. الكل بيعرف رسمة البوكس بلوت هي اول حد بعطيك المن البوكس الاولاني الحد الاول منه اللي هو الكيو 1 اللي في النص هي كيو 2 هذه كيو 3 ثالثه اخر واحد هو ايش هو الماكس. برضه نفس الشيء انت بامكانك تعمله بطريقه ايش هوريزونتال هي ايش ترو فبقلب على الجهه ايش اليمين. واضح اوكي. هي اهم شغله انه الواحد كيف يعرف يلخص البيانات تاعته في تيبلز. احنا عملنا البوبوليشن كاركترستيك في تيبل معين وهي يعني اذا فهمناها يعني بنكون انجزنا يعني شيء منيح. هلا بضل انه كيف اعمل كومباريزن ستدي للمتغيرات مع الفاريبل اللي هو قيد الدراسي. مثلا انا بدي اعمل دراسي على هذول الريسك فاكتور وتاثيرهن على الجندر. فالجندر هو بيكون مثلا زي ما بقول هو برايمري ان بوينت او سكندري ان بوينت. فبدي اعمل ديسكريبتيف ستاتستيك بناء على الجندر الميل شو المين والميديان كذا عندهم والفيميل شو المين والميديان كذا عندهم. بامكانك نفس الشيء ترتب الجدول بالطريقه اللي هي موجوده اللي احنا عملناها وتطلع الجدول بنفس الطريقه. هلا بضل عندنا اللي هي الاشياء اللي هي التست ستاتستكس وما الى ذلك. هون عرجت شوية على إنه في أحيانا بيكون عندي قيم شاذة اللي هي بتظهر مثلا على البوكس بلوت على شكل دوائر. هذه القيم الشاذة الكل بيعرف إنها هي أخطاء من اليوزرز. واحد بيكون ناس يدخل قيمة أو دخل قيمة من تاعت اليوم الماضي يعني ما بيكون في أحيانا دقة في إدخال هاي القيم. هلا كيف بيعالجوهن هدول القيم؟ يا إما بحذفوهن إذا كان عددهن لا يؤثر على السامبل سايز أو بحذفوهن وبحطوا محلهن NA يعني null وبرجعوا بيعملوا imputing لهدول إيش الميسينج داتا. كمان من الأشياء المعضلات في الاستاتستيك اللي هو النورماليتي. أحيانا التوزيع ما بيكون نورمال بيكون مثلا ملتوي نحو اليمين أو ملتوي نحو اليسار في يعني سكيونس. طبعا سكيونس هو له عدة قيم صفر سيمتريك أكبر من صفر طبعا بيكون بوزيتيف سكيود يعني ملتوي نحو اليمين أقل من صفر بوزيتيف إيش ملتوي نحو إيش اليسار. هلا طبعا أنا عندي في الآر في باكج تعطيني هذا الـ المقدار للسكيونس. مثلا أنا بدي السكيونس لا نفس الشيء صب داتا الايج نس عندي طلع بالسالب. يعني لو جيت رسمت الايج كيف برسم الايج الدنسيتي له بقول بلوت دنسيتي دنسيتي للصب داتا للايج طلع هاي صورة الايج بيشبه النورمال بس في ذيل طلع ذيل على اليسار أطول من الذيل على اليمين فلذلك حسبه هو إيش ملتوي نحو اليسار. أوكي نفس الشيء الكورتوزوز يعني التفلطح كورتوزوز للصب داتا التفلطح هل القمة مدببة ولا مدببة. إذا أكبر من صفر طبعا راح تكون شوية مدببة يعني مرتفعة. إذا صفر نورمال أقل من صفر بتكون الكيرف نازل لأسفل وشوي مفلطحة القمة. أوكي
احيانا بقدر استدل على السكيونس للكيرف من البوكس بلوت، اذا كان الكيو 2 قريب كيو 1 فهو ملتوي نحو اليمين، كيو 2 قريب كيو 3 ملتوي نحو ايش اليسار. هذا حكينا عنه الكورتيزوز. اوكي، هاي احنا المرحله الاولى اللي هي وصلنا لها، هاي اللي هو كيف تطلع البوبوليشن كاركترستيك على الشكل الجدول هاد الستاندرد. اوكي، بنيجي على السريع للاستيميشن. بعرف دكتور سامر نكمل ولا حابين تاخذوا بريك؟ والله اللي بريحك انت، بس انا عندي شويه يعني مداخلات اذا حابب تسمعها وتجاوب عليها. ولا اوكي، من باب انك ترتاح شويه. تمام. طيب، هو انا بس يعني حابب يعني اعقب على الار. انا استخدمت الار يعني كان عندي ماده في الدكتوراه اسمها الانفيرومنتال موديلنج، استخدمنا الار وتعلمت على الار ايامها كويس، وكان في عندي كتاب اسمه انتدكشن تو ار فور بيجنر، ممكن اشاركه كمان مع في الايميل اللي حنبعته، او المهتمين ممكن يعني نبعث هذا الكتاب. الار في البدايه كان صعب علي، لانه كان يعني لانجويج يعني سكريبت لانجويج، مش انا متعود على SPSS. تمام، بس اللي خدمني وخلاني اتعلم على الار يعني سريعا انه انا كنت بعرف على الستاتا. الستاتا عباره عن ميكستشر بين الار بالسكريبت لانجويج والايكونز اللي احنا عارفينها بالSPSS. تمام. استخدمت الار في باكج اسمها الريسبونس سيرفيس ميثودولوجي، كنت اعمل اوبتمايزيشن للاكسبيرمنت. كان الار بيعطيني يعني 3D بلوتس، يعني كانت رائعه جدا وفخمه، ولا الستاتا بيقدر يطلعها ولا الاس بي اس اس بتقدر تطلعها كانت يعني. فهو يعني جمال الار وامكانيه الار بتبين يعني لما يكون عندك الاوتكم عباره عن يعني بلوتس و3 دي تكون، فهذا بيكون يعني الصراحه يعني برنامج كتير يعني حلو ان الواحد يكون بتعلمه ويستفيد منه. وهو في الاخر يعني الرنز تلاقيها موجوده، يعني هي الصعوبه انك تكتب الرن، فكل باكج موجود فيها الرن يعني الرنز اللي يعني مناسب لها. طيب الان في عندنا رغدة التوراني بتقول السلام عليكم، حبذا لو يتم الاشاره مسبقا لميزه هذه البرمجه ار عن غيرها من البرامج الاحصائيه. هينا حكينا، عندك اضافه دكتور كامل؟ ايش ميزه بدك تزيد على حكيته دكتور؟ ما انت نفس الشيء بابليك هيلث، وبتعرف كثير يعني بيستخدموها في البابليك هيلث، في تولز كثير جاهزه بيستخدموها سواء في البابليك هيلث او التجديد الايكونومتريك والانجينيرنج، يعني خاصه نص في امور الماشين ليرنينج. ما بتقدر تعمل ماشين ليرنينج على الاس بي اس اس، بدي اشوف الداتا اللي عندي هل هي ممثله للظاهره اللي عندي او لا، فبدي اركب عده موديلات مثلا زي الراندوم فورست او فيكتور ماشين تعمل نيورال نتورك، ما بقدر اعمل هذا الشيء على الاس بي اس اس. تمام. في عنا الاخت رضا المدهون بتقول ممكن بس تفرجيني كيف وصلت للبرنامج او حملته؟ ممكن لو بعتنا الكتاب للأخت رضا يعني بيبدأ معها من A to Z، يعني كتاب كثير رائع وسهل. وفاء اليازجي بتقول هل بنستخدم البرنامج الآر في تحليل الأبحاث النفسية؟ سايكاتري. نعم. ممكن لو كانت الداتا عندنا كوانتيتيتيف ممكن إنه نستخدم يعني الآر في الأبحاث اللي إلها علاقة بعلم النفس. احنا كمان حكينا دكتور سامر يعني احنا كممثلين لأكاديمية الشباب جاهزين مثلا نساعد في اي تحليل يعني بشكل تطوعي. يعني انا حكيت للدكتور كمان حازم انه احنا زي عندنا زي فيرتشوال اوفيس يعني لاي طلبات بخصوص تحليل البيانات، يعني احنا جاهزين نحل لاي حدا سواء استشارات او تحليل، بس ما بنكتب يعني احنا بنطلع التيبلز بنرشدك كيف تكتب يعني، لان لازم الواحد يكون انفولف يعني بالشغل تاعه. بس يا ريت الدكتور كامل يتخلي الكونتاكت تبعك بالباوربوينت اللي حتبعث لنا اياه، يعني الماده التدريبيه هي يكون فيها يعني الواتساب الايميل على سبيل انه اي حد حابب يتواصل يتواصل مع حضرتك من خلال هاي يعني وسائل التواصل في اللي انت بتحبها طبعا يعني او تتريح معها. في عنا الأخت أسماء إغراب بتقول لو سمحت إذا ممكن المصطلحات بالعربي،
يعني في مصطلحات تنقال الشيء بالانجليزي وفي مصطلحات ممكن يعني الواحد لبنى شلح بتقول واضح انه برنامج الار مناسب للتحليل الاحصائي للبحوث الكميه فقط. صحيح هو ما بيشتغلش مع الكواليتاتيف يعني داتا، بده كوانتيتاتيف. الان مؤمن البدارين بيقول هل يمكن ارسال رابط تنزيل برنامج؟ انا بعته يعني على الشات. لمياء ثابت بيقول السلام عليكم. كمان الامور الوصفيه في الار يعني في عندك علم الوصف اللي هو الكلاسيفيكيشن، يعني ما بتقدر تشتغله يعني الا على الار والبايثون، يعني تعمل كلاسيفيكيشن لظواهر لامراض لا سمح الله اورام، هذا مو علم لحاله كلاسيفيكيشن يعني. والار عنده تولز كبير طويل عريض في الامور هاي. يعني مش بس للكم للامور الكميه. ممتاز. لمياء ثابت بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بارك الله فيك دكتور وفي ميزان حسناتك ان شاء الله، محاضرة قيمة. شكرا استاذ لمياء او دكتور لمياء. اسامة شاص بيقول ما هي فائدة البوكس بلوت؟ ماذا يمكن قراءته من رسم البوكس بلوت؟ يعني شو البوكس بلوت؟ تقدر تطلع منه المين والماكس للداتا، اقل قيمة اكبر قيمة، تقدر تطلع منه الربيع الاول الربيع الثاني والربيع الثالث. من هنا تقدر تعرف اذا الداتا عندك نورمال او لا. إذا كان الـ Q2 مش في نص البوكس فالداتا مش نورمال، إذا كان قريب الـ Q1 هو بكون رايح على اليمين، إذا كان قريب الـ Q3 بكون رايح على اليسار. يعني دلالة حلوة زي المراة إنه أعرف إنه الداتا عندي نورمال ولا لا، لأنه معظم الثيوري عندي في الاستاتيستيك دائما بستخدم النورماليتي زي Central Limit Theory وغير ذلك. طب أنا عندي سؤال، شو الفرق بين البايثون والآر؟ يعني شو يعني الفرق بين البايثون والار؟ اللي هو المين سورس كود تاعه. هلا الار يعني كل واحد في له كيف بيقولوها له ربعه. الار زي ما انت شايف بيستخدموه كثير في الببليك هيلث زي الساس. يعني انا اشتغلت في 3 مستشفيات ما شفتش حدا بيستخدم بايثون. اكثر شيء بيستخدموه هو الساس والار، بس في امور الانجينيرنج زي الكومباني، زي مثلا لما اشتغلت في ايرباص كله بيشتغل بايثون، لانه بيشتغلوا ماشين ليرنينج وبيشتغلوا على بيج داتا. التعامل مع البيج داتا في البايثون اسهل من الار كونه اسرع. ليش؟ لانه هناك سهوله في استخدام التقنيه في الجي بي يو اللي تتغلب على الهيوج ميموري والاكس هوستد ميموري والاشياء اللي هي. بس اي شيء بتقدر تعمله بالار بتعمله بالبايثون والعكس صحيح. نعم. بس كل واحد لها سوقه زي ماركة بقول براند. يعني اليوم سوق الار سوق البايثون، امبارح كان سوق الار، ممكن بكره تطلع لغه جديده يعني. تمام. هو يعني انا كمان دائما بنصح يعني الباحثين انه يقووا يعني قدراتهم، ينموا قدراتهم باستخدام السوفت ويرز. يعني هي السوفت ويرز هي يعني بتساعد كثير الباحثين على يعني اتمام اعمالهم. وفي مجال الفريلانسنج الان يعني الواحد يعني لو بيشتغل مثلا على الار او البايثون حيلاقي كتير يعني فرص يعني كفريلانسر يعني يشتغل من خلال مواقع الفريلانسنج سواء كانت ابورك فريلانسر او غيرها. فكتير اشي كويس انه الواحد يكون عارف هي ومتقن كمان هي العمل هي السوفت ويرز. طيب الان احنا تقريبا خلصنا يعني المداخلات. اذا حد من الضيوف يعني او الحضور يعني عنده يعني سؤال حابب يوجهه للدكتور كامل يعني مش كتابه، انا يعني اسمح لي دكتور سامر، انا حطيت الفانكشنز الاساسيه والضروريه اللي نعم. بمجرد وان كليك عليهم من يوم ما تجهز الفايل تاعك تسحبه على الار وتعرف المتغيرات النيوميريك النيوميريك والفاكتور فاكتور. بس بمجرد تعطي الفانكشن هاد الداتا تاعيتك بيطلع لك كل التيبلز اللي بدك اياهن. هلا انا حاطهن في فايل، رح برضه نفس الشيء نعملهن شير معاكم. اللي بدل مثلا ما تستخدم SPSS تقعد تنسخ وتلصق واحيانا تخربط رقم وتنسخ رقم بلاش، لا بون كليك بيطلع لك الجداول اللي بدك اياها. ضل عندنا بس فقره بسيطه اللي هلا لما اقارن فيريبل مع اللي هو الريسبونس فيريبل اللي عندي اللي هو الموضوع قيد الدراسي. مثلا انا بدي اعمل دراسي حسب زي ما قلت الجندر، حسب الفيتامين دي المنيح، واضح؟ فهلا بضل علينا احنا بنحسب، نقدر نحسب الفريكوانسي
سواء للجندر ميل وفيميل، بس بضل احسب هل هناك فرق ذو دلالي اذا بدهم بالعربي، يعني هل هناك significant difference between الميل والفيميل، يعني راح احسب البي فاليو وراح احسب ايش الكونفيدنس انترفال. هلا ما راح انا اطول كثير هلا، يعني بدك تعمل كاي سكوير القصد ولا ايش بدك تعمل؟ تي تيست كاي سكوير، بدي اعمل التي تيست الكاي سكوير اذا هن مش نورمال لازم نعمل زي الوايل كوكس والكروسكال. هلا انا عملت في نهايه البرزنتيشن هون زي ما انتم شايفين يعني مش راح اعرج على هذول اللي هو هذا سمري، انا عامل سمري هون كومبير. انا لما انا بالدراسه عندي بدي اعملها للجندر فتكون عندي تو جروب ميل وفيميل، هذول الجروب اذا كان النورمال فالمقارنه بينهن حصرا راح تكون يا تي يا زد. طبعا انا كاحصائي وعندي سامبل ما راح استخدم زد لانه ما عنديش معلومات عن البوبيليشن كله، فراح استخدم تي. لما يكون هذول تو جروب مش نورمال فراح استخدم الوايل كوكس اللي هو تيست اللي هو نان بارامتريك. ليش؟ لانه الداتا مش نورمال. اذا كان عندي اكثر من جروب مثلا اذا بدي اقارن بدي اعمل دراسه حسب فصائل الدم فبروح انوفا اذا كل جروب هذول توزيعي نورمال. لو واحد فيهم مش نورمال خلص بروح ايش على كروسكال. الكروسكال هاد اللي هو تعميم للوايل كوكس لما يكون عندي اكثر من تو جروب، ثلاثه جروب وفوق. الانوفا هو نفسه التي بس ايش الانوفا لما يكون عندي اكثر من تو جروب. واضح؟ هلا بنعرج عليهم وحده وحده على السريع انه كيف بطلع انا هدول التست باستخدام الار. في مداخله دكتور سامر؟ لا انا مش شايف انه حد عامل ريز هاند، فتوكل على الله كمل ونحاول نوعا ما باختصار لانه الوقت صار متاخر يعني أوكي. المحاضره يعني اوشكت على الانتهاء. اوكي اوكي بالنسبه للزد تيست انا عندي هو زد تيست مثلا بدي اعمل زد تيست ل سب داتا للايج. بقول لي مش عندي زد تيست. اوكي زد تيست هو موجود في لايبراري اسمها بي اس دي. بما انه زد تيست فلازم اعطيه اللي هو السيجما للاكس، خلينا نقول 19. فهو بعطيني البي فاليو وبعطيني ايش الكونفيدنس انترفال. نفس الحاله اذا بدي اعمل تي تيست للايج ما بلزمني السيجما لانه هو اصلا انون، فبدل الزد بس بحط ايش تي تيست. نفس الشيء بعطيني البي فاليو وبعطيني ايش الكونفيدنس انترفال. هلا في حاله مقارنه الايج مع الجندر انا بعمل كاني نفس الشيء تي تيست للسب داتا للايج مع السب داتا للجندر. اللي هون اوكي ما عندي جندر اعتقد. اوكي او بعمل لينير ريجريشن للايج على جندر. ممكن تعمل له سمري حتى تحسب البي فاليو في فانكشن سمري. اوكي هلا بنيجي للوايل كوكس. الوايل كوكس هو فانكشن وايل كوكس تيست. اخر شيء هذول سب داتا للجندر سب داتا ايجز. اوكي لا لازم نطلبهن. هاي في حاله انه يكون الجروب هذول مش نورمال بعطيك البي فاليو بتاعتها. اوكي هلا الاشي انا اللي بفيدك فيه انا عامل هنا الفانكشن اللي هو ديسكريبتيف تيبل. نعود نرجع للفانكشن اللي فوق. انا هون نظفت الميموري كمان مره، استدعيت غيرت الدايركتوري، عملت شويه لايبريز
وطلعت الماي داتا وهي السب داتا مثلا والجندر انا اشتغلت اوكي. هاي الديسكريبتيف تيبل اللي انا عملته وهي البانداز تاعته طلع لي على شكل جدول. طيب اذا انا بدي مثلا اعمل ديسكريبتيف ستاتستيك باي جروب، احنا قلنا هون بدون جروب، هون بدي اعمل ايش باي جروب، بحط الجروب اللي بدي اياها مثلا هي ايش الجندر. اوكي لايبرري لازم استدعيهم اوكي. فهذا هو التيبل اللي راح يطلع عندي. اذا بدي اعمل له في ريبورت نفس الشيء في الار مارك داون اللي انا عملته راح اعمله شير معاكم نفس الشيء. اوكي هاي التو تيبلز انا طلعتهم من مجرد بس تو فانكشن بسيطات بدون تعقيد. هذا البوبوليشن كاركترستيك، هذا الجروب اناليسز حسب الجندر، هون مثلا الايج للميل والفيميل، البي فاليو طلعت 21 رمزت لها بي يعني هي انوفا، A هي كاي سكوير، C راح تكون كروسكال، D راح تكون وايل كوكس، وهذا هو. هذول هن مجرد التيبل. يعني انت اذا فعلا حابب تستفيد من الار وتختصر وقت ما عليك الا بس تنمي مهاراتك بالاشياء البسيطه اللي انا حكيتها وتستخدم هذول الفانكشنز يعني وقت الحاجه بتطلع يعني تقريبا 70% من الاحصائيات اللي انت بتلزمك في الريبورتس. وانا يعني بالانابه عن دكتور سامر والدكتور حازم يعني جاهز لاي استشارات مثلا تبعتوها لنا على ايميل الاكاديميه وجاهزين نحلل يعني ونسلم كل الاشياء اللي بدكم اياها. هذا هو دكتور سامر، يعني بديش اطول بعرف الوقت صار. الله يعطيك العافيه دكتور كامل، يعني محاضره جدا مفيده. بس قبل يعني ما نختم في عنا رغدة التراني بيقول الشكر الجزيل على المتابعة والتعقيب والمعلومات القيمة والمنظمة من حضرة الدكتور جبرين والقائمين على هذا اللقاء الطيب، نتطلع للمزيد إن شاء الله. في حد من الحضور له يعني عنده مداخلة أو في حد عنده منى سامي عنده سؤال؟ إذا حاب تفضل يا أستاذ منى. يعطيكم العافية على المحاضرة الرائعة. السؤال هلا لو حدا من الباحثين مبتدئ ما بيعرفش على الـ SPSS بيقدر يشتغل على الـ R سريعا ولا حياخد وقت منه مجهود، ومين أسهل يعني يبدأ في الـ R لازم يكون عنده تكنيك أو تقنيات على الـ SPSS بالأول وبعدين يفوت الـ R؟ هي شوفي سواء SPSS أو R يعني الشغلة بدها ممارسة. بمجرد أنت ما تحب شيء رح تنمي مهاراتك فيه. أنا صراحة SPSS مش نازل عندي على الكمبيوتر يعني، فبفضل دائما أستخدم الـ R. يظل الكود تاعي إلي اللي أقدر في المستقبل بدي أعدل عليه، أقدر أعدل عليه. المشكلة أنا اللي كنت ألاحظها في SPSS إنه الأشياء اللي أنت بتعملها لفايل رح تعيدها نفس الشيء لفايل ثاني. يعني لا، طب أنا بجهز ألغوريثم وبستخدمها لأي فايل بدي إياه. والشغلة زي ما قلت لك إذا تعلمت الأساسيات بإمكانك إذا احتجت شيء مثلا زيادة ممكن تسألي بس جوجل. يعني في عندك كثير مواقع زي الستاك أوفر تشينج بجاوبك على السريع. يعني تمام، يعني إحنا بنعرف طلاب البكالوريوس والماجستير في بدايتهم بيكونوا متصعبين جدا إذا فاتوا على الأس بي أس أس وهيك، فممكن تصير كبديل ان هم يستخدموا الار. واصلا يعني انا شايفه انه بيسهل وقت وبيسهل جهد، وغير هيك بيعطيك نسب اكيد ادق يعني من الـ من الاس بي اس اس. وبتعرف شو بتشتغل صراحه، بتعرف شو بتشتغل انت صحيح. حاطط صح
انت الاس بي اس اس زي بلاك بوكس، بتعرفش احيانا شو بيعمل. مظبوط، صحيح كلامك. خلاص المفروض تصير منهج، يعني يصير في يعني احنا بنعرف في الجامعات الفلسطينيه الماده الاحصاء بس اللي بيكون موجود فيها الاس بي اس اس، المفروض يكون هلا كمان يضيفوا عليها كمان برنامج الار، لانه احنا المفروض نكون مواكبين للتكنولوجيا ومواكبين للتطور والى اخره. فبتمنى تكون وانا هذه كمان يعني رح سلم الكود ان شاء الله للدكتور سامر، الكود اللي يعمل شير للطلاب يعني، بس بتنسخ السورس تاع الكود بتحطه في الفايل اللي بدك اياه، وبس تستدعي اسم الفانكشن بتعطيه الداتا ولحاله بيعمل الاحصائيات اللي بدك اياها، زي ما شفتي في ملف الوورد. انتبهت عليك، صحيح. بطلع لك اياها جدول، يعني لا تلصق ولا 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 تنسخ، بس نسقه بسيط يعني تنسيق الحدود وبزبط كل شيء. وبعدين الحلو فيه كمان بيطلع لك وورد وبيطلع لك بي دي اف اكسل HTML. عكس الاس بي اس اس بس بيطلع اكسل، صحيح. يعني تختار الصيغه اللي بدك اياها، فحتى لو اخترت بي دي اف بيطلع لك المعلومات ادق وافضح من الاكسل. احيانا الاكسل بيفلت بعض الجداول، بيطلعش النسب واضحه 100%. واحنا جاهزين يعني للحضور وللمستمعين، انه لاي كونسلتنس واي تحليل ان شاء الله عبر الاكاديميه. استاذ سامر بسالك السؤال بعد اذنك، هلا احنا كل محاضره بنحضرها لها شهاده ولا لازم نحضر كل سلسله المحاضرات؟ على الاغلب يعني حسب ما بتوقع انه يعني احنا بنجمع الحضور لكل محاضره على حده، وكل يعني محاضره لها يعني لينك للحضور خاص، فأتوقع أنه حنعمل يعني شهادة لكل لقاء، والناس اللي بنلاقيهم يعني حاضرين كل اللقاءات أو أغلب اللقاءات ممكن نعطيهم يعني شهادة بالباكيج كامل في التريننج يعني. تمام. هلأ أنا ليش سؤالي، لأنه إحنا طلاب أنا وزميلتي أسمى بجامعة تونس، فمطلوب منا نقاط نحضر أشياء علمية لها علاقة في البحث العلمي، ونكتب تصدق بصور ونوثق بشهادات، فعشان هيك سؤالي كان. احنا ان شاء الله حنكون متعاونين، يعني شو المطلوب يعني مش حنقصر، لكن اذا يعني زي ما قلت لك يعني حنصدر شهادات يعني منفردة بكل لقاء، وممكن الناس اللي حضروا اغلب اللقاءات يعني نعطيهم شهادة يعني التريننج يعني كباكيج كامل يعني. خلص تمام، شكرا شكرا. لا ان شاء الله بحضر كل اللقاءات، يعطيك الف عافية، تشرفونا. شكرا يا دكتور. العفو. في حدا ضايل عنده استفسارات او يعني مداخلات، يعني حاب يوجه مثلا اي استفسار للدكتور كامل؟ هلا بالنسبه لدول اللي بيحكوا في تونس، احنا انا رايح على تونس 22 الشهر، يعني اذا حدا بحب شيء ممكن اجيب له اياه من البلد، عندنا دعوه من الدبليو اتش او. ايش يعني ايش بدك تاخذ؟ إذا بدهم شيء مثلاً، بدهم شيء من البلد. بدنا نقاط. الحين على الحمامات، بديت الحمامات في هناك تدريب لـ WHO. ممتاز جداً والله. احنا رحنا على الحمامات بس طلعنا. بتجيب لنا زيتون معك من تونس. زيت مش منيح، زيتون أفضل. زيتهم أفضل. زيت التوانسة. طيب. كنت في البحرين مع منظمة الصحة العالمية قبل 3 أسابيع. فبنت تونسية دكتورة يعني جايبة زيت زيتون يعني لترات ووزعت. سامر سمعني؟ أستاذ بلال. أستاذ بلال؟ إحنا مباشر على صفحة الجامعة على أساس إنه تمام. إحنا الآن إن شاء الله حننهي اللقاء. كامل حابب تضيف إشي يعني في المحاضرة؟ بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. اوكي انا دكتور سامر ما سمعتش، حابب تضيف شيء له علاقه بالمحاضره قبل ما نختم؟ لا انا هيك يعني خلصنا اللي هو البوبوليشن كاركترستيك، وبعدين اللي هو الجروب اناليسز اللي هو وان فانكشن، انا عامله كوان فانكشن صح طويل، بس حلو انه كمان تقدر تحلل فانكشن اللي تعرف شو هلا صراحة كل لاين في الفانكشن أنا بالفعل شرحته على شكل منفرد، المين، الستاندرد ديفيشن، الفيريانس، كوانتايل، كورتايل،
فريكونسي تيبل كذا كذا، بس بضل عليك انه تجمع هذه الاشياء على شكل فانكشنز اللي تستدعيها لوقت الحاجه. وراح نعمل شير مع هذا الكود الكل يستفيد منه. يعني صراحه بنصح الكل انه يجرب، يحاول مره مرتين. يعني تحليل ملف اكسل ما بيستغرق منك اكثر من ربع ساعه، بتطلعه بجداول وورد بالطريقه اللي بدك اياها. تمام، يعطيك العافيه. طيب الان في نهايه هذا اللقاء التدريبي باذن الله لهذا اليوم، لا يسعنا في اكاديميه الشباب الفلسطينيه وعملة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية إلا أن نتقدم بجزيل الشكر للدكتور كامل جبرين على هذا التدريب المفيد الذي كان بعنوان Descriptive Statistics Methods with R، والذي تناول مهارات إعداد البيانات قبل التحليل وإجراء إحصاء وصفي لمجتمع الدراسة وطرق عرض البيانات وتمثيلها بالإضافة إلى الإحصاء الوصفي بالنسبة لمتغير ما. وتناولت المحاضرة كمان طريقة إجراء تحليل باستخدام نموذج كثير المتغيرات الخطي واللوجستي. دكتور كامل يعني باحث في وحدة البحوث السريرية في ABHB في باريس، وأستاذ مساعد في جامعة فلسطين التقنية. حصل الدكتور كامل على الدكتوراه في التعلم الآلي من مرسيليا في فرنسا، يعمل في العديد من المجالات البحثية بما في ذلك مشاكل البيانات الضخمة وتحليل البيانات ومعالجة الصور والبحوث السريرية وعلم الوراثة، وهو يعني عضو اللجنة التنفيذية لأكاديمية الشباب الفلسطينية. شكرا جزيلا دكتور كامل، ويعني كان يعني فعلا لقاء يعني مفيد، واستمتعنا بالاستماع والمشاركة في هذا اللقاء يعني التدريبي الأكثر من ممتاز. شكرا جزيلا لحضرتك، وشكرا للحضور، وشكرا ل الدكتور بلال أبو راس أبو عبد الرحمن على برضو يعني المساعدة والمتابعة معنا في هذا اللقاء. وجزيل الشكر لحضراتكم، والآن يعني صارت ساعتنا في بتوقيت القدس 9، يعني صار وقت متأخر كمان. جزيل الشكر لحضراتكم يعني على صبركم وعلى يعني تواجدكم معنا يعني أثناء هذا اللقاء التدريبي. دكتور أبو عبد الرحمن، دكتور بلال، عندك مداخلة في النهاية؟ شكرا جزيلا دكتور. أنت دكتور، أنت وجودك بارك في جهدك معنا، وبنشكر دكتور كامل. وصراحة أنا عني شخصيا أخذت التدريب في جامعة مينيو في الآر، لكن أكون صريح، أنا العمق اللي لقيته في هذه المحاضرة فاق اللي إحنا شفناها في إيطاليا. فأنا كتير كتير بتشكر الدكتور، وإن شاء الله رب العالمين هذا وعد. الله يكرمك يزيد، الله يخليك. راح يكون الدكتور من بعد إذنك طبعا هناك سلسلة من اللقاءات في هذا الموضوع. كتير سعيدين بوجودك، وإحنا حتى بنخطط في العمالة دكتور نعمل أسبوع التحليل الإحصائي، فقط يتناول برامج التحليل الإحصائي. يعني إحنا الأسبوع أساس زي ما قالت زميلتنا، أوكي جميل وإمكانياته جميلة، لكن الآن بنتكلم قاعدين على بنتكلم على بعض البرامج الخاصة بالتحليل اللي إحنا بالفعل محتاجين دراسية، محتاجين إنه ندخلها لطلبتنا من باب المعرفة بناء قدرات في العمادة. ومشهورين زملائنا في الأكاديمية بنتبنى تطوير قدرات، وين في جابس موجودة إنه نحاول نغطيها، وهذا بيطلب منا إن شاء الله جهود أكبر من هيك نظرا لأهميته في جميع المجالات وفي جميع البرامج الجديدة. أكيد بيكون إضافة نوعية، تحليل من نوعية طبعا، كواليتيتيف. دكتور كتير كتير مشكرك دكتور كامل، محاضرة قيمة مميزة صراحة بالمعلومات اللي حصل عليها زملائنا. دكتور بلال، أنا بس بدي أعمل مداخلة سريعة، وأنا كمان بتقدم جزيل الشكر لأكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا، يعني ممثلة بالدكتور أيمن داود موجود بيننا الآن، ونتشكرهم كمان على مشاركة البث يعني على اليوتيوب، يعني شاركونا يعني وهم بيشاركونا كل يعني الحملات الدعائية لهذا البرنامج التدريبي، وكل يعني الريكوردينجز الموجودة. يعني اليوم كان عندنا وهذا دكتور، وهي موجودة الرابط عندنا على التشات، يعني تكامل وهذا التكامل اللي احنا بالفعل محتاجينه ان شاء الله، عشان هيك
ننهض بالبحث العلمي إن شاء الله رب العالمين، ويكون في هناك بإذن يعني طلبة بيلتحقوا بهذه المسيرة الطيبة إن شاء الله رب العالمين. إن الله، شاء شكرا الله. لك. طيب ختاما بدي أشكر الجميع، دكتور سامر، والشكر موصول للدكتور كامل والدكتور أيمن داود والدكتور سامر وجميع الزملاء اللي كانوا معنا، ولا تسجل إن شاء الله في وقت لاحق. إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى جميعا، في لقاء قادم راح يكون قريبا بعد الغد إن شاء الله. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات الجامعة الإسلامية، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، وأكاديمية الشباب الفلسطينية، وأكاديمية العلوم والتكنولوجيا، ومجتمع البحث العلمي، وكل من هو له علاقة بالبحث العلمي في العالمين. وشكرا كثير كثير لكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام، تصبحوا على خير.